أجمل تحية لكل مشاهدينا متابعينا عبر شاشة دبي ريسنج من عاصمة ميادين السباق بالوثبة. نرحب بالجميع معنا في هذه الرحلة اليومية التراثية مع مهرجان جائزة زايد الكبرى للسباقات الأصايل الذي وصل إلى يومه الرابع والذي كان مخصصا لمنافسات هجن الجماعة في سن الإذاع، وثمانية رموز جديدة دار حولها الصراع الشرس والمحموم بين الشعارات المختلفة من أجل الظفر بناموس يحمل الاسم الغالي ولحصد النقاط بالنسبة للمشاركين في جائزة البيرق، والتي أضفت على سباق هذا الموسم الكثير والكثير من المتعة والإثارة. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، طار لرد المحليات مع المركز الأول. الصمت بحضرة الجمال جمال، يا سلام اشتدت المعركة ما شاء الله تبارك الله. الأمتار الأخيرة ما بين الكبار، يا سلام على هذا الأداء. بدأت السرعة، بدأت الانطلاقات، ما شاء الله تبارك الله. كامل تفاصيل المشهد التنافسي الساخن والذي جرت أحداثه في الوثبة اليوم ومعركة الثنايا المرتقبة التي ستقام في الغد لتدشن بداية الركض مع الكبار ستكون هي موضوع جولتنا هذا المساء مشاهدينا الأعزاء. لكن قبل الانطلاقة اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بشركائي في هذا البرنامج، الزملاء الأعزاء أعضاء فريق التحليل الفني. قبل الترحيب يابر شباب، احنا على الهوى ترانا، خلوا الكيكه بعدين لو سمحتوا. انا الحين بتجاوبون الكيك من الحين، بعد باجي ساعتين وقت. خلنا نرحب بالناس ونبدا على الهوى بعدين. ابو سلطان سهيل بطيب غراب حياك الله ومساء الخير ومساء النواميس. انا مسي عليك وعلى الاخوان الحاضرين والمتابعين والمشاهدين واقول لهم اسعد الله مساءكم بكل خير. الله يحييك. احمد بالعضيلي مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور، مرحبا بك ابو سلطان، مرحبا باخوان شمال الحضور. الله يحييك. محمد لينيبي مساء الخير. مساء النور يا ابو سلطان، ومسي على اخواني المحللين والمتابعين خلف شاشات دبي ريسنج. الله يحييك. ابو سعيد كيف امسيت اليوم؟ والله الحمد لله طيبين. شو امسيت انت؟ ربك بخير. طيب انت مقيل شكلك صح؟ الحمد لله. شو الخد مورد ما شاء الله. يطول عمر اصحاب السمو الشوق، نحن في راحه وفي اناسه وفي طماشه في هذا المهرجان الطيب، مهرجان زايد. نعم. امسي عليك وعلى اخواني المحللين ومشاهدين الاعزاء اللي يتابعونا عبر قناه دبي ريسنج. خلف الشاشات ولا امام الشاشات؟ امام الشاشات. ايوه جزاك الله خير. خلف الشاشات الغالي ما بيشوف. اي لان خلف الشاشه يستي ورا ورا التلفزيون، يشوف وايرات الغالي ما يشوف شيء. حمد مساء الخير. مساء النور والسرور ابو سلطان، امسي عليك وعلى الاخوان الحاضرين وكذلك على المشاهدين. دكتور سعيد بالشرقية امسي عليك ومسي على فريقك اللي تابعنا بعد، انت والفريق. امسي بالخير على متابعين دبي ريسنج واقول لهم ابشركم في اثاره كبيره تراها موجوده اليوم. الله يستر. نذهب مباشره الى ارض الحدث ونذهب الى ما دار اليوم داخل مركاض الوثبه عصر هذا اليوم، ومن ظفر بالرموز الثمانيه ومن لم يحالفه الحظ في سن المتعة سن الإبداع. وفي انتظار وكالعادة سوف نقسم لكم المشهد التنافسي على جزئين، الأول سيرصد تفاصيل الأشواط المفتوحة للبكار والجعدان المحليات والمهجنات، الثاني سيكون حول أشواط الإنتاج، والبداية دائما مع الأشواط المفتوحة وما حدث في الكبرى اليوم نتابعه في سياق هذا التقرير.
فصل جديد من فصول المتعة والإثارة التي يستمتع بها أهل الهجن يوميا داخل عاصمة الميادين بالوثبة. موقعة أخرى حامية الوطيس ستدور رحاها بين أبناء القبائل الكرام من أجل الحصول على خنجر أو درع تحمل اسم زايد القائد والمؤسس. اليوم نحن على موعد مع مباراة سن الإذاع، سن الشباب والمتعة والإبداع، مباراة الكل فيها يبحث عن النقاط من أجل تدعيم موقفه في صراع البيرق المشتعل بشدة بين أشهر الشعارات. 8 رموز في الأشواط المفتوحة وأشواط الإنتاج ستكون محل صراع الأقوياء والهوامير. الكل جاهز، الكل مستعد، يوم الجمعة يوم جميل، يوم سعيد ويوم فرحة على أهل الهجن وفي سن الإذاع، سن النخبة والإبداع والإمتاع. يا أبو سعيد سنعيش في رحلة سريعة وقوية وفيها تحدي. فيها تحدي، 8 رموز عندنا، 4 للأشواط المفتوحة و4 أشواط المنتجين. يعني اليوم متعة أن هذيلا كلهن اللي مسجلات، هذيلا كلهن متأهلات. يعني اليوم بنستمتع. نعم بنستمتع نحن والمشاهدين. يا سلام. نعم. يا سلام. والله يوفق الجميع. Chris, you're from where? United States. United States. Which state? Atlanta, Georgia. Atlanta. We was there 2 months ago. Oh, mashallah. Me and my friend, Mr. Salem bin Hadirim. We was in North Carolina. Oh, yeah. I'm from, that's where I'm from. Like that Georgia, South Carolina, North Carolina. Yeah, which is big Very storm good. There. Oh, yes, absolutely. We was talking there. No camels, though. No camels, but there's a horse. There's a horse race. Yeah, absolutely. Yeah. قلت له نحن كنا في امريكا. نعم بس قال لي ما شيء جمال هناك. برافو عليك. قلت له خيل انت. امور طيبه. يا ذير ذا هورس ريس. سو تيل مي فيرست تايم يو ان الوثبه. فيرست تايم اي ليفد هير فور 2 ييرز اند لاف ليفينج ان ابو دابي. نايس. اند لاف وركينج. وات يو ار دوينج ان ابو دابي؟ اي ورك فور ان اي تي كومباني. اي تي كومباني. جود. تعرف شو يعني اي تي؟ لا اي تي كومباني. لا تعرف شو يعني اي تي؟ لا IT computer. Computer. IT. We try to help. Help the government and everything. So. Today you come to enjoy, yeah? With your family. With our family. Where's your wife, your daughter, your Oh, they're shy. They're very shy. Okay. So enjoy today, yeah? Sure. Today we have Ida'. Ida'. Yeah, Ida'. What's mean Ida'? كم عمارهن؟ كم سنة؟ 4 years. Come? 4 سنين. 4 years. 4 year camp. These are 4-year-olds. Today, yeah. Today is 4 years old. Ah. MashaAllah. 6 kilometers. The distance. Okay. And the age is 4 years. What we call Ida'. Well, I did better than this. I ran 10 kilometers in the ADNOC marathon today. Today? So, yes. You was there? Yeah, I ran 10 kilometers this morning. اليوم يقول لك دار ADNOC مسويين ماراثون 10 كيلو اركب. بالله عليك. نعم. كم يا قل لك كم What the position you come today? Oh, not good. You came 10. Oh, I have like 1,000. 20. Huh? قل له ما متمرن الغالي. يا تديها. Sure, bro. شكرا. خشم 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 خشم. أيوة. علي حسبتكم زينة، ماشيين بشكل زين، حساباتكم ممتازة. لين الحين نعم الحمد لله. الحسبة زينة الحمد لله والتوفيق توفقنا الحمد لله، وبعدنا إن شاء الله نطمح لأكثر، والله يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله. لكن المراكض طويلة علي، وعندنا 6 مراكض باجي. نعم. من غير مركاب مشارك زايد، فتحتاج للنفس الطويل. والله النفس الطويل موجود وقاصر عليه، بس التوفيق والنصيب، ونطلب التوفيق والنصيب من الله إن شاء الله. بن حضير ما أشوفه البارحة تحديدا. نعم. من يشوف اسم علي في الكشف صار في ترشيح علي. الطيب يعرف الطيب اللي منه يختاره. وعلي ما ياب مطيه إلا سابج هني وما حط إلا في مكانه. بس شو السر في السوان أبو سعيد؟ شو السر علي؟ خبر الديلمو هناك. شو اسمه؟ الديلمو. مو بالديلمو. الدينمو بالنون. بالنون يلا. الحميدي؟ الحميدي بنصر. شو سر السوان علي؟
والله يا هيثم سر سوان المراكيض اللي الحين جرت اللي مرت علينا كلنا اشواط تسعير ورجاب اللي نخوزن سوان هاي اللي نخوزن عن التسعير اللي نطمح لهن في الرموز واللي ساعدنا بالنقاط. حلو، تجديبكم اهم شيء عندكم للرموز والنقاط. نعم لان المراكيض اللي مرت كلها تسعير ونخوزن عن التسعير. اشكرك يا ابو راشد. نعم. صعبة 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 النقاط صعبة النص اليوم اليوم ها؟ وانت يا كابتن؟ والله يمكن عندك السبوق ما تحفز ما تحفز؟ مرة يعني اليوم انتم حفزانين؟ ان شاء الله واثقين من الفوز؟ الشبل العرب جمعوا النقاط وانت ما زلت تبحث عن ذاتك تونا اول مشاركة الليلة رسمية هي نعم. للشعار الكبير ان شاء الله ان شاء الله. في كم شوط عندنا اليوم؟ عندنا في المحليات وفي المهجنات وفي القعدات. انا اقول لك الحق ما تلحق ان شاء الله. روح اول جماعه راعي صوغه متصدر بوي تعال الدوري طويل وين الدار واهلها بس يقول لك ليه يلبتون النخيل ولنقدك قريب تاكل النغال اكساع العلو اقول لك ابو حمد يوم بيحطون صحن النغال على الطاوله اكساع العلو يقول لك جاب الخف على الخف معين الغالي ها راح يصوغه قال ويهت انا الشبل عقب التسعه تلحقها اشكرك 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 راح يصوغه متجدم يا راح البيرك الله يوفقها راح يصوغه والسبق حر واللي الله بيعطيه بيعطيه بس محمد عندكم تشكيلات كل يوم تشكيلة شوف سيارة غير أسماء تروح هناك جهاز هني جهاز هناك هني كوكبة هناك كوكبة أخرى لا اليوم ما عندنا غير ثنتين بسبة التأهيل لأن تفاجئونا بالتأهيل وركاب كثير ما من الشرايا أبو محمد هذه شرايا أسبوعين تتوقع يعني تتوقع أنت في السنة اللي ذا حظوظك شوي قليلة لا إن شاء الله طيب حظوظك ما يضعب مو دم شعر موجود لا ترى انت قاعد تعطلي عذر الحين شاريهن ذي توني ما ماخذهم من طرف العزبه شاريهن كاب زينه ان شاء الله بتنافسن الليله يبقى تهنين عاد يمكن كل شيء كل شيء جاي كل شيء جاي يبغون نخربط كلام المحللين كلهم ما رشحوك امس صدقهم صدقهم شعبك مختلف لا لا مش مختلف العرب يصيرون على اداء الرشاب لا شرايا يداد وما يعرفون لا لا بس احنا بنشوف بعد شافوا اداء اللقايه شويه نازل والله مرضى نعم شافون واللي يركضون متصببات ما عليه ما رشاب الناصره ما يا كابتن يا خبر دلوقتي بفلوس فلوس بعد شويه ببلاش بعد شوي هذا مصري كلام مصري بس لا بس لا اللي رشحتون الكاب زينه زينه اول شيء الدافع الاول اللي جابنا هني طامرك اسم الجائزه صحيح زايد جائزه زايده كبرى هذا الله يرحمه طيب وبهدره يوم تذكر اسمه تقول الله يرحمه من قلبك صح. من داخل اعماقك وهذا الشيء طعمك حرصا على التواجد في المهرجان والشيء الثاني طعمك المشاركة مع اخواننا ونقاط البيرك الحمد لله طعمك الحن فيه شيء من الحلال شاركنا بالتمهيديات انتقلت من كيف اصحاب اسمو الشيوخ حاولنا نسكر الثغرات طعمك اخذنا حلال القعود اللي تطريها الحين هذا اول مشاركه بالشعار واشترينا امس مقام اسبوع نعم نعم وان شاء الله طعمك نكمل على الحلال اللي بيبقى طعمك اللي نشارك به واللي يوم تصير ثغره طعمك في شيء من الفئات بنحاول نسكر شو رايك يصير شعار والله ابناء راشد بن غدية ابناء راشد بن غدية ما يكون محايد برافو عليك ما يكون محايد. صح صح يشوف انا احس انه شريك في الحلال اللي عندنا صح والله يا انا هو قال قال محمد انا قطع علي انا ماليش دعوه البارحه انا ما رجعت الا يمكن لا علي بكره وقعود لا البارحه كل انت ويا علي لا بكره عند علي وقعود عند سالم راشد انا بس انا بس ليش رشح شديد وقلع مشاكل ها ابا اخوز العيون شوي العرب جمعوا نقاط وانتم بعدكم والله شوف نحن قد خبرت الربع نحن في سباق الحين سباق مع الوقت نفس نفس اي نفس يلا توفقوا هم في الحقائق واللقايا ونحن ان شاء الله عندنا الامال قويه ان شاء الله انا عارف ان انت عندك اصلا في الصغار عندك نقص يعني عندنا انت قلت لي قبل صح نعم من اليوم ما شاء الله عندنا من اليوم والاذاع ولد الثنائي وبعد شوف حتى ما استمر بكره عندنا شيء ويوم الحول والزمول عندنا شيء فشوف الامل ماشي والمحاولات ما بتوقف
لا في المهرجان هذا ولا عقبه ولا اللي عقبه ولا عقبه. بس اليوم فاكين وايد اسماء قويه. اسماء قويه ورؤوس اقلام. الاقوى شوف يعني تراهن الاقوى عندنا الاذاع والكبار. صح. فنسال الله التوفيق. أول أشواط الرموز في الفترة المسائية، شوط الإبكار المحليات المفتوح ينطلق، والعدد المشارك ليس بالكبير بسبب شرط التأهيل، لكن النوعية موجودة بفعل المشترى والصفقات التي لم تتوقف منذ الصيف. 6 كيلومترات لابد من توزيع الجهد فيها وعدم الاندفاع من البداية لجس النبض وكشف أوراق المنافسين، لكن في آخر كيلومترين تتضح الأمور عندما سيطرت الوثبة بشعار بن كليب على المقدمة وراحت تغرد بمفردها خارج الزحام، يلاحقها العديد من الإبكار والشعارات العملاقة، بن مرخان، بن دري، بن غدير وآخرون، لكن الوثبة واثقة من نفسها ومن الفوز، وبالفعل تفشل كل محاولات اللحاق بها لتصل إلى خط النهاية قبل الجميع، وتهدي الخنجر والمليون إلى شعار ممثل المدام الدائم ولمالكها سالم سيف بن كليب، وسلام المدام، سلام سلام الهباب، سلام. يحلي المدام خلاص، يحلي الحبابي خلاص، سلموا لي على بن كليب، بن كليب مقدم الوثبة، الخنجر مع بن كليب. الرمز الثاني في موقعة الإذاع كان مع شوط الإبكار المهجنات المفتوح، وفيه فاجأ ممثل المدام الدائم الجميع بما لديه من حلال في سن الإذاع، وبعد أن ظفر بخنجر المحليات ها هو يخطف خنجر المهجنات عن طريق هجامة التي هاجمت المقدمة وأحكمت قبضتها على الصدارة ورفضت التنازل عنها رغم محاولات المنافسات لتعم الفرحة كل ربوع المدام والهباب، ويثبت صاحب الشعار الأسود والأصفر أن ابتعاده عن الإعلام في الفترة الماضية كان بهدف التجهيز والاستعداد للرد في الميدان. يا بن كليب رمزين يحملان اسم زايد، يحملان اسم زايد، أغلى رمزين في العالم، في العالم، بن كليب، بن كليب، بن كليب، المدام يحلو لهم السلام. في الحجايج واللقاية ما يعني ما أديت اللي أنت تبغيه، لكن ين على الظن في الثنايا في الإذاع وعوضنك أظن. والله الله يطول عمرك، الحقاقة أول طلعتن، واللقاية أول طلعتن، والإذاع أول طلعتن، فمثل ما تقول يعني لا طالع البداية واحد يوم يطلع أول مرة من دورته أو مكانه، لكن أنا راضي عنه إن شاء الله، والجايات أكثر إن شاء الله بإذن الله. الشوط الأول كلمني عنه، شوط مبهج جامة الوثبة. الوثبة نعم. أي نعم، كلمني نعم. عن الوثبة هذه. والله الوثبة شارنها أنا من الوثبة من أيام عند شارنها الأخ هادف من عفصان عند بن هياج. أها. نعم. وسابج الشوط الأول هنا البكرة وماخذينها. شو سلالته؟ والله سلالته شاهين أبوها وما خبروني عنها، بس ما يحضرني الحين. لكن هالبكرة الله يطعمكم حلية كاملة، وراعيها بن هياي. وهجامة؟ هجامة أبوها هجام بعيرنا، وامها الله يطعم عمرك مهجنة بنت شاهين. ما شاء الله. نعم. الحصيلة اليوم زينة في الثنايا وفي الحول والزمول المشاركين في في المهرجان هذا ان شاء الله. عندكم مشاركات في الرموز؟ مشاركين لين اخر يوم ان شاء الله. 8 نقاط اعتقد بدايه زينه انك تبدا. نعم. 8 نقاط عندنا بكره بعد البارحيه الثالث في الرموز. ها عندكم ثالث بعد. نعم. يعني تقريبا وصلت 9 نقاط اليوم. لا مع الثمان 9 نقاط. الامور طيبه الله طلع معك النقاط، الله ان شاء الله بيجيبها، ويستاهلون كل واحد يحاول، وانت تسوي الاسباب والمرزق الله سبحانه وتعالى. وبشرك يا ابو سلطان ان نحن فرحانين يعني بالمشاركة وهالجائزة الغالية علينا باسم زايد. الحمد لله. الله ونصيب عند الله يعني. لا بس انت عايبني، لا عايبني، حتى العيال اليوم مركزين معك. نعم. يعني كلكم انتم مع الوالد موجودين. نعم موجودين. ها مسعود. نعم موجودين. انت سوان ومحمد. نعم. كلكم مركزين. المدير هو مدير ياكم. نعم. هو مشرف مباشر. لكن نعم. انتم بعد موجودين في العزبة. ها نعم موجودين في العزبة. شو المشتريات؟ خبرني عن المشتريات. في مشتريات الحين قريب. نعم. يعني الحين كل ما زادت. نعم. لكن انا بشوفهم الدوره. ما تخبرون انتم؟ لا ما راح الدوره تشوفها ان شاء الله. في الثنايا والحول بتشترون شيء ولا خلاص؟ لا موجودات ان شاء الله.
في موجودات في شيء بيدخل العزبة بعد اسم جديد ولا ان شاء الله كان عيزة نايلة من اخذ غيره. اشكرك. نعم اشكرك. بعد الابكار جاء الدور على الجعادين وشوط المحليات المفتوح، وفيه قام الغزال بالانقضاض على الصدارة في النصف كيلو الأخير متسللا كالغزال ومتخطيا كل منافسيه دون أن يشعرون، مؤكدا أنه قعود سبوق حتى وصل إلى خط البودرة يتهادى مهديا الرمز الثالث في هذا المهرجان لراعي صوغة مظفر بن خموش العامري ولأنجاله الكرام ليتصدر شعار العملاق العيناوي سباق البيرق بكل جدارة واستحقاق في انتظار ما هو قادم. وسلام المسعودي سلام. ينتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، سلام لمغفر بن محمد العامري على انتزاع الغزال درع هذا الشوط. المركز الأول نعم صدارة الحمد لله. النقاط الحمد لله. كل ما يقربوا عليك منافسين تبتعد. الحمد لله توفيق من رب العالمين. حياتي حياتي حياتي. لا يعني أنتوا وضعكم زين وحساباتكم الحمد لله توفيق من رب العالمين. الحمد لله ركاب قبل التنطيبة وهذا نصيب ورجال الحمد لله. حسيت أن الشوط بيروح عليك اليوم؟ والله يا اخوي حسيت بعدين باقي 500 الحين الحمد لله وضمنت الشوط. كيف الحمد لله كيف والله قعود ما شاء الله سبوق وله ماضي ثاني على الرمز وسابق وثاني على الرمز مهم من عبث. ما ترشح حمد؟ ما ترشح وجهه نظر هذه ما انا ما زعلت؟ لا 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 آخر رموز الأشواط المفتوحة كان شوط القعدان المهجنات، وفيه دار الصراع الضاري بين ضاري بن رشيد ومشاكل بن غدير في الكيلو الأخير، لكن فجأة وبدون مقدمات تأتي الأوامر لمشاكل بإنهاء كل المشاكل فيشغل المحركات وينطلق كالريح ليودع ضاري ويظفر بلا أي مشاكل بناموس هذا الشوط مهديا الدرع والنقاط لشعار أبناء بن غدير الكرام ولمالكه حمد الراشد بن غدير. وسلام مرغم سلام. بوابة الناموس سلام. سلام إلى مرغم، سلام إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. سلام على هذا الأداء الكبير والتحدي المثير. الحمد لله طال عمرك هذا إنجاز وشيء من الحلاوة. طال عمرك ما شارك البارحة كنا مسجلين والبارحة طال عمرك سبعنا شيء في وعكة صحية طال عمرك شيء لظروف خاصة والحمد لله ما هتنعوض طال عمرك. يقولون إن في حلاوة طيب في شعاركم بعد مأخرين المراكز الثانية، يعني أنتم موزعين في أكثر من مركز. هاي معلومة وصلت. شهر كم علينا الحين؟ هذا لا يكون بالحضير ما سرب لك المعلومة. بعد تقريبا في آخر 12 نحن الحين وقينا خمس مراكز قدام. الشيء اللي حلاه هرم أقول لك المهرجان جاز زايد الكبرى في أول مهرجانات والمهرجانات جاية وفي شيء من الحلال جهز وشيء من الحلال ما جهز والحمد لله إن شاء الله عندنا حلال طيب. سيل بطيب الغراب قال كلمة أمس في الاستوديو حبيت أقول لك إياها. قال هذا ما خلص حياة راشد بن غدير، هذا الذهب الموجود حاليا من أبناء توارثوا هذا المخزون الطيب والسلالات الطيبة والسبق الموجود من هذا المكرفون. طعمك أرسل تحية لأبو سلطان وهذا طعمك نحن الجماعة اللي يقولون هالكلام نحن نعتبره وسام على الصدر وتاج على الرأس. أما بخصوص موروث راشد بن غدير طيب الله ثراه نحن طعمك دامنا حيين نحن ماشيين في هالموروث. وانا بصرح لك من الحين لا انا ولا احد من اخواني بنو قدر نوصل مواصيله الله يرحمه بس هذا الشيء دام اننا حيين بعده حي ما مات ونحن مواصلين فيه لين ان شاء الله رضى الله بها الانجازات انا مستمره ان شاء الله.
إذا خطرك فيه خطرني أبو سعيد باشل الحين بعطيك يا نمور خرب السفرة أبو سعيد ترى خرب أن هذه الليلة قلت لي ثقلت عليك أنا أشوفها يمكن ثقلت عليك الليلة شو هاللون هذا اللي أنا لابسه اللون أخضر الغالي شو اسمه هذا اسمه إيش تبغى أنت بعد دور اسم غير أعطيتك الاسم أنا الاسم هذا الغالي مو من سامينا مساجو مساجو عمين يا جديد الغالي مساجو شو مساجو والله العظيم سفرة خضراء وين عبد مساجو ها إمام في سلالة السفرة والله العظيم ما سد إلا سلالة الرجال الغالي بعيدا عن أعين الإعلام سكت بن كليب عن الكلام ليرد بقوة فوق أرضية الميدان ويحصد ممثل المدام الدائم خنجرين غاليين في شوطي الإبكار المحليات والمهجنات عن طريق الوثبة وهجام ليدخل منافس قوي على ناموس البيرق غزال بن خموشة يمنح الرمز الثالث في هذا المهرجان لشعار العملاق العيناوي وبن خموشة يتربع منفردا على صدارة سباق البيرق برصيد 19 نقطة مشاكل أبناء بن غدير يفوز بدرع الجعدان والمهجنات دون الجعدان المهجنات دون أي مشاكل ويدعم نقاط محمد راشد وإخوانه في سباق البيرق هكذا كان المشهد التنافسي المثير في الأشواط المفتوحة مشاهدينا والتي سنتحدث عنها بالتفصيل مع محللين الكرام لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بالضيف العزيز الذي حصد رمزين غاليين في هذا المساء وتربع في القمة وكما يقولون لكل مجتهد نصيب والشعار هذا تجتهد اجتهاد كبير لاحظناه في هذا الصيف في الطائف وأثمر عن رموز في الطائف وعن مبيعات ما شاء الله طيبة وهناك مشتريات دخلت العزبة نقول لك الناموس سعيد مظفر ما قصرت انت واخوانك العاملين معاكم في العزبة وبيض الله ويهكم على السرق اليوم استاهل خير يا مرحبا والله بك وبالرابع الموجودين يلا حي المسهلة الله يسلمك اليوم اشتغلت بشكل جيد بشكل عام انا ما بتكلم معك عن الاشواط بناخذ شوط شوط لين ما نوصل للشوط الخاص فيك وراح نتكلم فيه مع المحللين لكن كلمني بشكل عام عن الحسابات دائما أنا أسألك لو تلاحظ بعد الشوط كيف حساباتكم كيف تصنيفكم للأشواط أنتوا ما شاء الله مطلعين على القانون ومشتغلين بشكل جيد وتصنيفكم ممتاز كيف بديتوا تحضرون حق الموسم هذا سيد والله يا هيثم احنا ما ظهرنا من حطونا النقاط والبيرق واستوى حافز عندنا واستوى يعني شدينا حيلنا والزينة والجاهزة حضرناها والحمد لله ركاب أركاضن وتوفقن والله صادفن قبل زينة نعم. الحمد لله وركاب الهن ماضي ذي كل اللي يركبن أنا ما شيء من طيها يا إلا منا كذي من هالماضي ماضي جين وما تسبق غير السبوق اللي يبونها لها ماضي صحيح أنا عندك سؤال لا عندي إضافة مداخلة مداخلة نعم تفضل من يوم كان شوف البيرق خلاص بدأ مغطي على الأضواء كلها في كل المهرجانات لكن من يوم الاحتفال اللي كان تسليم البيرق كان راعي سوقه موجود وراعي سوقه من الناس المخضرمين ولا خلى هدف البيرك ولا خلى هدف شيء حط له شيء يجبره ويضغط راعي سوقه أن عنده هدف أساسي لو تلاحظ راعي سوقه كان خوي الشيخ زايد الله يرحمه ويعز الشيخ زايد كثير صحيح. وحتى يوم قال ورفقة الشيخ زايد إن الله وفقني أن البيرك يروح للمسعودي عشان يجبر راعي سوقه شوف يعطي المعنوية أقوى ولا عشان يجبر نفسه بقى. هي يجبر نفسه نعم ايه. وفي ناس وفي ناس قاعدين نعم وفي ناس عتبوا شوف عتبوا ناس على سوقه ليش يرفق برفقة زايد زايد مش رخيص انزين راعي سوقه ارفق وكذا لكن راعي سوقه من يوم ارفق وطلع من ذاك اليوم الحفل اليوم تخطيطه شفناه وراعي سوقه ما كان نظرته مادية يمكن كان أول يبغي يفوز ويبيع السنة هذه ما يبغى يبيع أنا بعد هنا هني أبغى أوجه تحية نعم فهنا أقول عند راعي سوقه ترى مش دافع البيرك دافع شيء لا سعيد أنا بعد بوجه تحية ذكرتني في هذاك اليوم يمكن صار تحدي بين راعي سوقه وبين بن عويضان أبو حمد وصارت مناوشات حبية لأنهم إخوان وأصدقاء طبعا قبل كل شيء وهذا أثمر عن تنافس كبير بن عويضان صحيح أنه ما حقق رمز الليلة
لكن بن عويضان مستمر وموجود وقال أنا هذه يعني الكبوة اللي صارت لي في الفترة الماضية ما راح تثنيني عن المنافسة والهايس ما انكسر وأنا بعدني مستمر. محمد راشد بن غدير كان في الصف الأول في حفلة البيرق وصرح وقال لي بتكون لي كلمة وفعلا أبناء راشد بن غدير موجودين في سباق المنافس. محمد سلطان مرخان منافس دائم من الموسم الماضي. سعيد بن دري وسالم اليوم كان لهم تواجد في الرموز وكانت لهم محاولات خذوا نقطة أو نقطتين اليوم بعد حصولهم على مراكز الثانية أو الثالث يعني ما أعرفها بالضبط لكن في محاولات. إذن كل شيء موجود واللي صرح في البداية كان قد الكلمة وبالعكس واجتهد في الموضوع. الشيء اللي يعطي الناس المنافسين نعم. قوة ايه؟ أنا واحد دكتور كنت معارض على النقاط صراحة أقول كانت الفكرة قطع في النقاط. اليوم اكتشفت أن لجنة البيرك كان عندها ذكاء كبير جدا ممكن اليوم توصل أنت 20 بكرة واحد يغيرك بالنقاط هاي ويطلع ممكن كل شيء طبعا الأمل موجود حتى عند الشخص اللي ما جاب نقاط كل شيء وارد في أي لحظة يغير. سيف بن كليب قبل يوم قبل الإذاعة ما عنده ولا نقطة سيف بن كليب نعم. كان عنده مركز ثالث أعتقد نقطة ونقطتين اليوم سيف ما شاء الله 98 نقاط أظن هذه النقاط بتضيع الحسابات حتى فيها حسابات. فأنا أشكر سعيد أنه قروا القانون صح وعندهم حسبة النقاط صح صنفوا حلالهم صح على الأشواط وعرفوا كيف أن إلى الآن يعني يسيرون بطريق جيد. ناخذ الشوط الأول ونتكلم عن الأشواط مثل ما قال أمس الدكتور بالشرقي اللي عنده فكرة في الشوط يعطينا إياها. أحمد العضيلي معك الشوط الأول عطني الشوط اللي ما بقول فاجأة بن كليب بالعكس بن كليب تسيد الموقف اليوم وتفاصيل فنية أكثر عندك أحمد كلمنا عن الشوط شوط بن كليب. في البداية هني سيف بن علي بن كليب وأخوه الكليب كلهم السويلم هذا السبك اليوم الشوط الأول المحليات شفنا بن كليب يعني حرك البكرة من مسافة يعني فيها نوع من المغامرة وخاصة أنها أول مرة أعتقد يركضها بشعارة أو أول مرة ينادي عليها في مركاض حركها تقريبا من كيلو 200 أو من كيلو ونص فهذه يعني إما أنه عنده ثقة عمياء في مجهود البكرة هذه وفي طاقتها أما أنه مغامر عليها يعني يبغي يكسب النقاط نقاط الشوط والرمز التحريك يعني أنت اليوم الفكرة في المغامرة ها؟ إيه حرك من بعيد صراحة أوكي تتفق مع أحمد أنا أنه غامر بن كليب فيها بن كليب استغل الترشيحات كيف استغل الترشيحات استغل الترشيحات إحنا البارح كنا رشحناه محنة أي صح فالناس مؤخرين عند محنة وهو استغل الطريقة لأنك اليوم أنا أقول لك الترشيحات اللي مرت الآن من الحقائق واللقايب بدون الناس يعطونها الانتباه نعم فيعني أنتوا لكم تأثير على الشوط أصبح اليوم ليش بن كليب روح من كيلو ونص يقول لك ليش حمد اتفقية بالشرقي والله الحين أنا سمعت وجهتين نظر أنه بن كليب من كيلو وميتين حرك أعتقد إيحاءات ركض التركيز كان لا أعتقد إيحاءات ركض البكرة طمعت بن كليب أنه يري بكرة من كيلو وميتين أحياناً ما تكون عندك مثلا حسبة بكرة فلان مثل محنة إلا أن محنة تتسلل بطريقة بسيطة يعني من المركز السادس للخامس للرابع للثالث ما عطت مؤشر سرعة اندفاع وبكرة بن كليب مصدرة ومعطيها مساحة بينها وبين المركز الثاني فهو يشوف بكرته بغى يستغل الفارق اللي بين الأول والمركز الثاني فيرى البكرة يشوف البكرة نشيط يناديها قريب منها عنده بكره هو في المراكز كانت المراكز المتاخره اوكي فهني نقول حمد ان في قراءه من المالك قراءه يشوف مستوى بكره مع بدايه الشوط نعم بس هي في كل الاحوال مغامره ما حد يقدر يقول انها مش مغامره حمد حلال بن كليب مثل ما شفتوه في الشوط الاول والشوط الثاني نفس الطريقه الحلال يقوم في المقدمه وياخذ مساحه بينه وبين المركز الثاني زين والجماعه اللي وراء طيب. يعني هذه مغامرة منه الجماعة ما عرفوا أنهم يلحقون وراه ويمكن يلحقونه طيب. وتظهر وراهم من وراهم سبوك ممتاز. مثل ما ذكر الدكتور عندك فكرة بدون ناموس كليب وتهاني لابن كليب والمدام ونومسنا وباركنا شوف المطية طال عمرك بكرات بالكليب الوثبة كانت قدام والعرب ما حد دخر عند محنة يقول لك ما حد يظهر عن عين الدواء
والمطية لو مطية سبوق مرشحة ما يخرون عنها خص من يوصلون ل 1200. حلو حلو. بكرة بالكليب فرضت الفرض الواجب. اللي يعجبني في ابو سعيد انه يعطيك المعلومة الفنية مع مثل شعبي. نعم. مع بيت شعر. لا بكرة روحها فارقة العالي. برافو عليك. نعم والعرب كلهم حركوا وراها بس البكرة فارقة بس. ما حد يظهر عن عينه دواء. يا سلام يا سلام عليك يا سلام. بس عشان ما جاب شيء جديد من الحضيرة. خلي انت بالشرقي الغالي. ما جاب شيء جديد. هجامة بتكون عندك لانك ابغى تكلمني عن بعير بن كليب هجام وان انتاجه فهذا اوكي. قبل هجامة عند ابو سلطان خلنا نشوف الترشيحات. عطني الترشيحات بسرعة. من نجح بلد. بس شوف كلنا دمينا ابو سلطان. شوف الترشيحات وين راحت اكثرها. محنة انت شفت محنة ومراحب. مراحب اظني بعد ما سمعناها في الشوط صح؟ ما سمعناها نوايا الثاني. نوايا رابع. ما سمعك. نوايا رابع. نوايا رابع وصاحب المركز الثاني من محنة. محنة. فيعني ترشيحكم بعد مرشح ما يتمخيت صح. كان الشب بسلطان كلمني عن ركض هجامة وعن انتاج هذا البعير بالتحديد. انت في السلالات ما شاء الله بتفيدنا وبتفيد المشاهدين. أبو هني بالكليب لبا هني نعم. انت ما عندك اللي هو أبو هني علي أبو سعيد هناهني في التتويج. نعم. لا ما خليتني هني تهني في القاعة يوم أسنال الغالي يوم أسنال بهني قبل علي وعياله كلهم سيف ومهير وإخوانهم كلهم وعيالهم على الفوز والناموس ومسي على هالمدام بالخير والناموس يستاهلون. وهذا السبب هو غريب على بالكليب. بالنسبة للبكرة هاي تنحدر مسألة هجام ومها بتشاهيد قال سيف. فهجام معروف يعني بأداه وركضه ورموزه ومنافسته. ما تكلمنا عنه مقصرين فيه البعيد. هذا البعيد مركب ومدي أداء وماخذ رموز ومنافس على الرموز وإنتاجه ما شاء الله أول إنتاج له يا إنتاجه طيب. فنقول له بارش له على الفوز والناموس ومبارش له على الجثنال بعد الفحل الطيب. وهجامة في البداية يعني هذا قادة الشوط هي تدفع من البداية زين. هذا طريقة ركب. كل مطيطة لها طريقة ركب. حتى شوف هاي الدفوع لو بتستثنيها بتقلصها بتخرب عليها بتدمرها مرة. كل مطية لها طريقة في الركب. اللحاقة بعد دفعتها في البداية في الأخير ضاعت. زين بس حصلت مضايقات الحين. حصلت منافسة أكيد. منافسة. اللي عندها كلهم يبون الرمز هذا وكلهم يبون السب وكلهم يبون الناموس. بعد النتائج طال عمرك حق البيرق. صحيح. وايد يعني. لكن الناقة قادت الشوط من البداية. وفي النهاية بعد النهاية طيبة وركض طيب وداء طيب رغم البكار السبق اللي عندها كلها. هل كل بكرة لها مستوى طيب ولا دخلات بكرة هني ما تدخل لها حق حساب. طيب. دخلات حق جواية. طيب. حق منافسة وحق طال عمرك رمز وحق سبق. طيب. لكن الناقة هذه سارت بالرشاف في البداية وانها نهاية طيبة. ممتاز. نعم. حد عنده إضافة ولا نروح للشوط الثالث؟ نروح للشوط الثالث. إذا نقول ناموس اللي بن كليب فوز هجامة والأربع نقاط تستحقها يا أبو محمد. شوف الترشيحات قبل الشوط الثالث. ترشيحات السادة المحللين لا نجح حمد لينيبي. يستاهل حمد النقطة نقطة الترشيح مع هجامة. وبنفس الطريقة قلت لي حمد كان ركض الشوطين عند هجامة وعند الوثبة لسيف. نعم. ترشيحك ممتاز وأصاب الهدف يا حمد. نشوف الشوط الثالث هو شوط الغزال. غزال. نعم. شوط سعيد مظفر. شوط سعيد مظفر. منو ذا عليه؟ أنا ذاك. أنت؟ ومرشحنا البارحة بعد. مرشحنك. أنت مرشحنا البارحة. نعم. وأنت ذعت عليه. نعم. ويتفائل بك سعيد. نعم. يستاهل والله. أصبح متخصص قعدان بالحذير. خلي أنت متخصص. الحين ما بنحلل الشوط. بس بنقول سعيد مظفر شو أعصابك هاي؟ الجماعة وصلوا وأنت الغزال الغالي ما يبتهل لهني. وأنت عزيته يا أبو. نعم. خلوا هو يرمس. خلوا يحللنا الشوط. إيه حللنا الشوط. هذا انسحاب تكتيكي منك أشكرك عليه. يا مار تحلل أنت حقت. لا ما حلل أنت وقلتوا لا تحلل الشوط. أنا قلت لك هاتوا شيء مفيد. لا عطني فكرة. لا لا هو قال كلمة عند الكيلو 200 أو كيلو ونص يمكن. يوم قلت له الناس راحوا العرب راحوا عزاه وعزاه ما تذكر. لا شو قلت في التحليق في التعليق؟ والله ايش دراني يا هو طلعت عفويه. هذه عفويه هذه الساحه. سعيد كلمني عن الشوط هذا. عندك منافسين كيف تكثكت للشوط؟ كيف خططت للشوط هذا؟ والله انا عارف شيء من الاسرار. والله يا هيثم الشوط دبر ير كله ير من البدايه. ير من البدايه ولا شمال يتخوف كلهم قربي صح. هذا معاك شوف نعم.
لا الأسماء اللي تخوف وعليهم الترشيحات مثل بعير بن مرخان وعد بن مرخان مرموق وقعدان عند بن كليب اثنينه تموا عنده تميت عندهم وبن كليب عندك قعود قدام قلت يمكن قعود ذاك دفع ولا شيء وتميت ما قعدان ذاك أبعدوا منه أبعدوا بعيد أنا قلت بحسم الموضوع عند الكيلو 200 الأخير عندك أنت القرارة؟ إيه الجهاز عندك الجهاز, أنت. الجهاز عندي نعم أنا قلت عقب الكيلو ونص بشوف الأوراق عقب الكيلو ونص القعدان ذاك دفعان من الكيلو ونص وهم يحركون قبل الكيلو ونص وأنا أشوفهم وقلت معاه ماشي لكن عند الكيلو الأخير كيلو 200 أحرك والحقت عند وين بوصل اي نعم عند وين بوصل لأنك خلاص ما قدرت تحرك من نص المسافة تخطط لين 500 الأخير 200 الأخير تغامر عليه هنديلا ولا الحق عندك عود بن عمان كان وياك وحرك بن عمان حرك بن عمان شفت حرك نعم اي نعم شفت حرك من كيلو ما حركت خليت يعني ما علي تحس ان في منافسين يعني الشوط يطمعك شوي يعني الوضع في الشوط كان يطمعك انك تحرك يحسب له انه مسك نفسه مسك في ضغط نفسه يعني كامود بس هو يعرف ان عنده بعود عنده احتياطي لا عنده احتياطي لان السلطان سلطان الشخص يعرف طاقة ناقته لكن هذا اللي حرك من وقت من الكيلو يمكن في ناقة تروح هني ما شاء الله شوف في يمكن شيء يروح 500 متر 300 متر وبعدين يسلم ينتهي صح لكن الشخص اللي يدري بناقته عند 500 بيعطيها وبتواصل هذا صعب أحمد. بس القعود ما شاء الله غير من فايض احتياط ومخزون يعني تشوفه في مطية أحيانا تغير وتعرقلها المطية اللي في المركز الثاني أو تدخل وياها في منافسه صح قعود ما شاء الله غير عرقل قعود ترى قعود نعم. مدري والقعود بعد ابو سلطان يعني جاي ثاني على الرمز في ميدان الطائف شوط مضغوط كان شوط واحد للجعدان نعم. ولحقنا هناك في الطائف فاليوم القعود الصلاة على النبي يعني تحت إدارة سعيد القعود ما شاء الله مشاركته وايد قوي شو تقول حمد احنا شفنا ركض هالقعود في الطائف كان ركضها قعود قوي لما قال ابو بطي ومسايره سعيد القعود لما شويه تضين في الاوامر يحس بقعود اصلا انه قعود راهي صح قعود من يلمس منه حتى لو في الميتين وفي الثلاثمئة الأخيرة صحيح قعود فيه رهو ويمكن أنه إن شاء الله يتوفر ترى شوف المطية راعيها يحس بها راعيها يحس بها يعرف ركضها والأول يوم الرشبي يوم العرب الرشبي البشري ايه الرشبي راشب المطية يحس بها ويحس بزودها اللي عندها أنت الحين اللي راشب منها يحس بزودها اللي عندها نعم المطية نعم 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 راشبيها يحس لأن في مفحامها موجود لا لا يحس بزودها أكيد لأنه معاها في كل وقت لا حتى في يومها يعني مسايرك للشوط السبوق تعطيك أصلا من ركضها وأداها كيف يكون نشوف ترشيحات المحللين للشوط هذا من ذهب مع الغزال اللي ذهب مع الغزال الوحيد هو هيثم الحمادي وسالم بن حضيرم أنا وياك صرت في غزال أنا غيرت والله قبل الشوط بخمس دقائق بس المخرج نسي يغير يستاهل راعي الغزال زين عندنا الشوط الرابع عماد بدنا ناخذ شوط عشان ما نأخر سعيد عنده ركض بكرة وعنده بعد ما نبى نأخره عطونا الشوط اللي سبق فيه الشوط الخامس الشوط الخامس عقب الشوط هذا حلوا الشوط هذا الشوط اي اوكي بناخذ الشوط اوكي تمام خلوكم عسير عايز ناخذ شوط مشاكل ناخذ شوط من مشاكل ونقول ناموس لابناء راشد بن غدير الكرام وفي مقدمتهم اخونا محمد راشد اللي كان حاضر اليوم مع شقيقه علي راشد وتنومس اول اليوم في احد اهم الاشواط في هذا المساء بس عيد انت مشاكل رشحته انا رشحت شديد عشان تبعد الأنظار عن والله هذا كلامك انت كنت انت تعرف ان مشاكل ما انسبق السنه هاي يسمونها ردة فعل اقول لك مشاكل ركضه قوي وبعود نعم. مركاضه ومتوقعين انه اليوم يكون عندك السلاله ولد مشاكل سالم بن راشد بن غدير ومشاكل كان في الشوط مرهي ما شاء الله يوم لحد وغير خامس قعود عنده زود يفز الروح خلنا نشوف أعطونا الشوط عبد الله وايد تأخرون الأشواط أسلوب ركض القعود غير نادر هيثم قعود أول شيء فيه خفة وشكل القعود ولحق الجعدان ودبر منهن وسرع مرهي لحد مرهي يعني ما لحد سماعة يعني القعود هذا يعطيك أكثر من مركاب بنفس الأداء وحتى القعود هذا اللي نافسه ماخذ السيارة أمس في الشط اللي هو قعود بالرشيد الشوط الأول ضاري نعم ضاري وجعدان سبق عنده في الشوط بس القعود ما شاء الله فرق مستوى
فرق مستوى بينه وبين مطيك يوم تلحق بدون تكلف. القعود ترى وصل الخط وبعده ما قنع ركب. لا طلع من الخط بعده في خط قاعد قدام يعني ما شاء الله. لا يوم حركه شكله وحجمه واداه أداء مطيه ما شاء الله. أنا السؤال اللي سألته حق بن حضيرم وما جاوبني. ما خلاه الغالي كلم القعود القعود بالطريقة هذه يقدر يعطي بنفس الرتم في أكثر من مرة. نعم السنة هذه في أكثر لا القعود يمكن نوعه يوم بعد بطول المسافة بروح مسافة 8 كيلو يوم يكون ثني أسبق يكون أسبق بعد من أنا شيء من المطاية تعطيك مركاب واحد في رمز وبعدين ما تعطيك في نفس الأداء. صح لا تعرف المطية هاي اللي تستهلك نفسها بالركض. أيوة بس المطية اللي تسبق من زود ممكن أنا أتعوض في مدة قريبة ما شاء الله تبارك الله. هو يوم ما بغى يضربها المطية اللي توصل المنتهية. أيوة هي هاي صعبة أنها تعوض في القريب اللي توصل المنتهية. يمكن يبغى لها ترتاح هي اللي توصل المنتهية مرة أما توصل عند احتياطي صحيح هذه ما تتعب المطية مرة. هي بس خبرني عن عن السلالة عن مشاء عن طريق عن طريقة ال شوف الحين هذا هني هو اللي رشحه ترى مغراب يا إخواني. خلوا مغراب شوي يتكلم بس عن السلالة شوي. سلالة بعد مو سبوق قبله مشاكل. هي. اللي هو بعيد سالم بن راهب بن غدير. نعم. بعيد سبوق قبله هو واحدة من سلالة شاهين كليل بعيد. آه. اللي هو مشاكل. مشاكل. وجايب هذا يقعد وجايب غيري هاي مرشابر وعي رموز بعد غيري خذنا الرموز وسبقنا نفسا. من نفس البعير. نفس البعير هاي لوبة عد عياله أظن ساعة عد عياله اللي سام جات. ما شاء الله. خذت الرموز. ما شاء الله. هذا سبقه بوحة بيده. ما شاء الله. وانتج انتاج طيب وبوش بوش الربع هاي بوش طيبات. ما شاء الله. تقول لي أحمد. أقول لك قعود تشوف يعني على ركضه وعلى تيمه وعلى نهايته بعد هلا ما استنزفوه تراه مستنزاف كامل. ضمنوا به الشوط. وحسبوا حساب انهم يركضونه يركضونه في مراكز مراكز تقول له يدقونه بس دقه يقول ما يبغى هذا تشوف انت يوم دفعوه هني استعراض بس ولا يقعد سابج حتى بدون دق مروح بدون دق نعم بس يبغوا يحركونه شوي يستعرضوا نعم. ابو سلطان من خلصنا الان الاشواط المفتوحه انا استنتجت شيء الاستنتاج هذا ممكن تقريبا نبني عليه امور كثيره الناس اللي يركضون انتاجهم في المفتوح هم اللي منافسين على البيرك معناه عندهم الكم والكيف عندهم الانتاج يركض في المفتوح عندهم انتاج يركض في المنتج فله صحيح فلاحظنا اليوم اللي ماخذين النقاط الكبيره كلهم عندهم انتاج يركضون انتاجهم هل قعود لي سبق انتاجكم لا 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 ما شارين معظم اللي يخذون في المفتوح ما شيء انتاج عندكم سبق لا غدير هذا انتاجه ولا لا انتاج شوف بن كليب مش انتاجه انتاج معناها في المفتوح اللي يركضون هالانتاج معناها الكم كبير عندهم هاي نقطه الاولى النقطه الثانيه مثل ما ثرت انت في مطلب جماهير يقولون احنا الان مقبلين على مناخ ونبغي ننوخ ليل زمول المطرايه فاي ناقه تسبق اعطونا سلالتها عشان نروح ندور وانا طالبكم دائما في موضوع السلالات اللي بنعرفه بخبرك عنه اي نعم اللي بنعرفه ما يعني ما بنتاخر على المتابعين لا بس هيثم هذا موضوع السلالات موضوع شايك لا بس يوم يعملون لقاء عند المالك يعني السلالات هذه مش مثبته يعني ممكن مطيه يقول لك راعيها مشتريها مثلا على اساس انها بنت شاهين وراعيها هو مشتريها عند واحد غيره يعني ما في شيء رسمي حسب افاده حسب افاده المالك نبغى المالك يحدد السلعه افاده المالك حلو صحيح ننتقل الى الفصل الثاني من المشهد التنافسي لمعركه الإذاعة لكن قبل ما نروح الفصل الثاني نشوف الترشيحات من أصاب الترشيح ما حد أصاب الترشيح غير سهيل بطي بن غراب وهيثم الحمادي ما شاء الله عليك يا أبو سلطان يحافظ على هيثم الحمادي والله عالم خوينك ترى أنا أغير قابل الدرب قابل الدرب أنا أغير ترشيحي سالم لو سمحت يا ما غير ترشيحي قبل شوط أعطي المخرج التغييرات لو سمحت بعد بعيد ثلاثة فحوص على إي نعم نعم مشاكل صحيح صحيح ها متأكد من السلالة بعيد اي مفحوص مفحوص على شاهين كليلي اها ثابت يعني. بيض الله وجهك ننتقل الى الفصل الثاني من المشهد التنافسي لمعركة الإذاعة مشاهدينا الكرام اشواط الانتاج وللانتاج رجاله وللفوز به طعم ومذاق خاص الرموز الأربعة المخصصة لهذه الفئة لمن ذهبت هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي
بعد الأشواط المفتوحة كان الموعد مع أشواط الإنتاج لسن الإذاع، وللإنتاج رجاله المتخصصين، والفوز برمز من رموزه له طعم آخر. أربعة رموز أخرى تحمل معها الخناجر والدروع والنقاط. وفي شوط الإبكار المحليات يؤكد العملاق العيناوي أحد رجال زايد الذين عاصروه أنه مفاجأة هذا المهرجان. ها هو مظفر بن خموشة يظفر بالرمز الرابع والثاني له في سن الإذاع من خلال الخوارة التي ودعت الزحام في الكيلو الأخير وأطلقت مرباعها للريح، ولم يهدأ لها بال إلا بعد أن اجتازت خط البودرة لتلحق بالغزال وتمنح مالكها العملاق العيناوي الخنجر والنقاط وصدارة البيرق بكل جدارة واستحقاق. عملاق عملاق أينما كنت يا راعي يا راعي راهي يا راعي راهي العملاق العيناوي ومالك نهار وصل السلام والناموس اهدى لك يا محمد. صدارة أبو عسكور بجدارة لك خير وعافية. جدارة ما شاء الله خير وعافية ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله توفيق من رب العالمين الحمد لله الحمد لله. الوم زين القبلة زينة الحمد لله هذه من الله كلها من الله الحمد لله. لأنكم هالصيف عصرا من الصيف أنتم مركزين من الصيف من الطائف وأنتم مركزين الحمد لله هذا الحمد لله توفيق. يلا ناموس سالون ناموس 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 كل ما اقتربوا عنك المنافسين أنت تباعد عنهم. شو تعرف وش اللي بتبارك عليه بس رفق الزايد إن شاء الله نكتب ما رفقنا بزايد ما رفقنا بزايد إلا وإنا أنا رفقت بزايد متغير لكني من رفقت بزايد عزمت اشتري وشارك ورفقت عند محمد بن سلطان ذالح ورديت الشام رفق الزايد ومحمد الخليفة يا ركاب للسبقن أنك ما تعود أنت عقب الختامي وعقب الختامي لك أيض الله وياك. سلام العملاق سلام سلام بن خموشة عدب الرقازرة والجام خير خاسب الناموس وصل تالم سطر والعوامر لا بدن عمال قبيلة. هذا المتصدر هذا المتصدر وبجدارة وباستحقاق وبكل قوة وبكل صدارة هذا الرجل العملاق العملاق العيناوي هذا العملاق انفرد روح والعصاب البطان وانفردنا. وين من عويضان وين من عويضان ومن عويضان وين في شوط الابكار المهجنات ظهرت نوايد لمحمد راشد بن نشير المري والقادمة من ميدان الجزيرة بالمملكة العربية السعودية على الصدارة وتخلصت بسهولة من مطارديها وتقدمت بأداء رائع إلى خط النهاية مهدية الرمز الأول لأهل المملكة الذين يشاركون بقوة في هذا المهرجان التراثي الذي يحمل اسم زايد. وسلام يا المملكة العربية السعودية سلام. ظهرت من وسطين بن نشير مالك نوايد نوايد والعوايد العوايد سلام لأهل العوايد سلام في مهرجان زايد تهانينا. كنتم مرشحين ها ونوايد ترشح بس شوط كان صعب الشوط كان مطحون سبوق الله عطاها توفيق ما عليهم حد مرة الحمد لله على التوفيق من الله سبحانه. في كانوا معاك كبار ملاك اليوم في الشوط الحمد لله على التوفيق. السبق عند واحدة ما عند عشر ولا عند السبق الله جابها واحدة ولا عشر ما عليك من حد. توقعت انك تسبق اليوم ان شاء الله بيض الله وجهك وفرحت المملكة كلها. السلامات وين تروح وين تروح السلامات الى المملكة العربية وين السعودية. وين في المملكة الى الأحساء ودورة السيح. سابع رموز معركة الإذاعة كان في شوط القعدان المحليات للإنتاج حيث كان هتان القادم من المصانع الجنوبية ملوك الإنتاج في طريقه للظفر بناموس هذا الشوط. لكن فجأة وبدون مقدمات يظهر له ضاري في الرمق الأخير وبعد صراع ضاري يحسم القعود ضاري مصير الشوط ويظفر بالدرع الغالية ويهديها إلى مالكه صالح علي بن صالح الحميري. وسلام بوسمرة سلام. ينتزع الدرع ينتزع الرمز سلام سلام عليكم يا هل المسعودي يا هل بوسمرة أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة. أول بادي الحمد لله رب العالمين التوفيق وهذه فرصة أول بادي أشكر حكومتنا الرشيدة
من رأس الهرم الشيخ خليل بن زايد الله يطول عمره وشيوخنا جميع الحكام وولياء العهود على الدعم اللي نحن نحصله في الدورة ونحن متعودين على هالشيء هذا ولو غريب عليهم. نشكر سمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ سلطان محمد بن محمد مستشار سيدي صاحب سمو الشيخ خليل بن زايد استاهلون ومدير اللجنة والأعضاء واللجنة جميع وبيض الله ويوفهم ونحن هذا ما تعودنا عليه. ضاري شوي يمكن الحمد لله رب العالمين أول فاز لكن شوي استوت لنا عرقلة أول بادي الحمد لله رب العالمين خاننا الآلي أول بادي خلاص الحمد لله رب العالمين استغل. كان عندكم مشكلة في شوي سبحان الله تدري التركيب هناك وشوي أظن تصير أخطاء ما طاع اشتغل علينا قبل هنا والحمد لله رب العالمين اشتغلوا ويا في الوقت المناسب الحمد لله رب العالمين ولا رشحتونا إلا قد الترشيح وبيض الله ويوح الشباب كلهم اللي رشحونا الحمد لله رب العالمين. شو سلالك ضاري؟ ضاري أبوه والشاهين الكليلي وما بنتهملوه ما شاء الله تبارك نعم الحمد لله. يعني انت الحين بديت اليوم من سن الليفع اول مشاركه لي اليوم صح بضاري الحمد لله رب ما شاركت باي مطيه قدام كنت مسجل في مسابقه بيرق الناموس الحمد لله رب اليوم اخذت نقاط لكن بعدنا نحن ست مرات مستمرين نعم نحن اللي فايزين جميع عندنا شيء في الزمول ولا في الثنايا محاوله واحده بعد في الزمول ما عندي غيرهم اثنين هو الوعود هذا اليوم الحمد لله وفاز وعندي بعير في الزمول ان شاء الله ووعدك ان شاء الله نكون مستوى اخوه يوم الاثنين يعني الوعد ان شاء الله العصر باذن الله. النداء الأخير والرمز الأخير في يوم الإذاع وشوط الإنتاج للقعدان المهجنات حيث دارت معركة ثلاثية ساخنة في الكيلو الأخير بين شاهين وبولبيض وبدران حسمها الأخير لصالحه بعد أن جاءته التعليمات بالمغادرة فأخرج كل ما لديه وتخلص من منافسيه وتقدم كالسهم ليجتاز خط النهاية مهديا الناموس الأخير في هذا المساء إلى مالكه محمد بالحزمي بن قناص العامري وسلام زاخر سلام. بدران يفوز بهذا الرمز تهانينا يا بالحزمي على هذا الفوز مشكور يا محمد مشكور سلام 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 وسلام إلى سويحان سلام أيضا على هذا الفوز والانتصار. هذه توفيق من رب العالمين بدران ما قصر صح. كلمني عن بدران. بدران العام الدبين احنا لقي العام يا ثالث على الرمز الوثبة ما العام ما دوب ها نعم والسنة ما شاء الله مشاركة الدبتو كبير يعني نعم هذا سنة الأولية سنة الأولية بدران سبوق الحمد لله من ايام يبين الوثبة هنا ويايب التيم افضل تيم يايب 9 و10 ما شاء الله والجماعة امس بالتحليل كلهم ارشحوه. شو سلالته بدران؟ ابوه مبلش السعدون وامه من انتاجنا ابوه ولد مبلش ها؟ ابوه مبلش الشيء معروف مبلش السعدون معروف نعم. انتهت مشاركاتكم في المهرجان ولا انتم عندكم شيء في الانتاج؟ عندنا بعد ان شاء الله في كفاره ونتمنى من الله التوفيق. مسجلين في البيرق؟ والله في البيرق مسجلين مشاركه ناموس. شو رايك اليوم سبق بدران؟ والله زين. ها؟ زين. ما انت مستانس؟ نعم. تبى سبق زياده تبى ابوك يبيع ولا يخلي ولا تسبق اكثر؟ والله كيفه. تبى يبيع قبل الشوط ولا عقب الشوط؟ لا والله كيفه مو قعودي. من عاصر زايد وكان أحد رجاله لهو أولى برموز جائزة زايد هذا ما أثبته العملاق العيناوي مظفر بن خموجة العامري الذي ظفر بالرمز الرابع ما شاء الله في هذا المهرجان عن طريق الخوارة في شوط الإنتاج الإبكار المحليات وليؤكد
أن شعاره سيكون له كلمة قوية في صراع البيرق. نوايد صاحبة العوايد القادمة من دورة الجزيرة تمنح الرمز الأول في هذا المهرجان إلى أهل الهجن في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وضاري يؤكد ضراوته ويمنح أبناء الحميري درع الجعدان المحليات، وبدران يختتم معركة الإذاعة الساخنة برمز الجعدان المهجنات. والسلامات بكل تأكيد تذهب لأهالي منطقة زاخر في دار الزين في العين. لكن راعي صوغة يتابعني الآن وهو في قمة السعادة وفي قمة النشوة، وكنا يا أبو محمد نتكلم عنك تحت الهواء مع حمد بطي، وذكرنا أن في تكتيك متبع وفي حلال مبخور للمراكيض الجاية. لا ترى أحيانا الواحد ينزل بكل أوراقه، إيه؟ لكن راعي صوغة ما شاء الله عنده حلال. نعم، شارك في المرموم وشفناهن مثلا في سن الحول، في سن الثنايا، في سن الإذاع. صحيح. ومن هنا سعيد أظن القعود اللي ما أخذ الرمز. نعم. ومن هنا الزعفران رعية الخنيرة. نعم. ومن هنا التماس. نعم. حلال طيب ما شاء الله. والنشوة. يعني ما نزل بكل أوراقه. شوف. في أوراق احتياطية. هي. والمشارك اللي عنده نفس طويل أو يبغي مسابقة البيرق. الحين بسأل سعيد السؤال. لازم أن تكون عنده أوراق احتياطية. ما ينزل بكل ثقلة في المهرجان الأول. قبل ما نتكلم عن الشوط سعيد. 19 نقطة أوكي. نعم. حسبة ممتازة، حصيلة زينة. لكن النفس الطويل، هل عندكم الحلال اللي يكفيكم الخمسة مراكيض المراكيض اللي جاية؟ لأن شوف عندنا مهرجان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وعندنا مهرجان ولي عهد دبي حمدان محمد، وعندنا مهرجان رماح، وعندنا ختامي الوثبة، وعندنا ختامي المرموم، وعندنا ختامي المملكة العربية السعودية، ست مراكيض. هل عندك مخزون متوزع على المراكيض؟ والله إن شاء الله إن شيء مخزون، وإن شاء الله النفس طويل وبيتم طويل إن شاء الله. وفي مطالبة منكم لراعي العزبة أن يدعم العزبة بمشتريات، ولا بتكتفون بالعدد الموجود اللي لا 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 ما بنكتفي لا في مشتريات؟ لا إن شاء الله شيء مشتريات حاطين شيء ونفس طويل على ما قلتوا أنتم، نفس طويل وإحنا بنتابع النفس هذا كله. سواء عزبة راعي صوغها أو غير عزبة راعي صوغها، 90% أو أكثر من 90% من هذا العزب كلهم، سواء اللي منافسين على البيرق أو اللي مو منافسين على البيرق، ما حد ذخر مطية سبوق وجاهزة ومستعدة ما حضرها في الطبق. بقيات رؤوس أقلام مطية في كل سن، ثلاث بوش معروفات من البوش اللي نعرف في العام اللي لها الماضي على الرموز ومخلات رموز ومنافسات على الرموز، أربع بوش، ثلاث بوش، خمس في كل سن. أما باقي ركاب كلهن شفناهن هني معروفات، اللي العام جاية ثاني على الرمز، اللي العام جاية ثالث على رمز، اللي ما أخذه رمز. يعني ما في شيء مفخور حق مراكيض؟ لا أنا ما أقول لك ما في شيء، أقول لك في كل سن في رؤوس أقلام. يعني مثلا في الثنايا في أربع خمس بتقول من الإذاعة العام السبق اللي معروفات، اللي مخلات رموز ومنافسات رموز، بس مو بأكثر. في الثنايا نفس الشيء، في الحول نفس الشيء. يعني ما بخليهم شيء. شيء بسيط يعني، شيء بسيط نفسه. شيء بسيط بس الأغلبية حضرن كلهم في الكبرى. عطنا الشوط، عطنا الشوط. الشيء اللي لاحظناه أنهم يركضون يمكن خمسة وأربع في الشوط. اللي تروح يبونها تشوفونها تقدر تسبق روحوها، والباقيات تركوها للمركز. خلوها حق المركز أو حتى مثلاً. يشوف مستواها وين؟ حتى ثاني وثالث ترى بعد يفيدك. لا بس لو يقطع تفيدك. في شيء جاي خامس وسادس. بعد اللي يدخل بأربعة وخمس. حتى مساير الحلال اختلف. ايه. شوفهم إذا فرط من السبق. طريقة صحيح. طمع الآن في الثاني. زين. كلمني عن الشوط هذا سعيد. عندك الشوط؟ قراءتك للشوط كيف كانت؟ والله الشوط من دبر يلين قريب الكيلو الأخير. ايه. ولا لين الكيلو الأخير لين الثمان ركاب كلهن أرباع راكدات. ولا شيء استوى لين عقب الكيلو 200 وطالع. لين عقب الكيلو 200 استوى الكلام واستوى عاد اللي تميزت وطلعت خواره الحين. يعني باقي كيلو 200 كيلو كلمنا وكلموا الرابع كلهم هي اشتعلت واستلمت، احنا ما بغيناها تستلم في ذي الوقت. اخر اشتراك للخواره وين كان قبل الشوط هذا؟ ثاني افضلتين في المرموم سابق نعم الشوط الاول الانتاج سابقه في المرموم. نعم. أبوها طبعاً نهاب بعيركم وأمها الخوارة. الخوارة بنت النشرة. نعم عندكم بعد. نعم إنتاج نعم عندي. يا سلام إذا دبل ناموس هذا. لا هذه جدتها النشلة كانت للشيخ زايد الله يرحمه ناقة من الهجن المعروفة من الأساطير الهجن اللي مرت في دولة الإمارات. ما شاء الله. النشلة ناقة معروفة. نعم. هذا الرنج أظني ثنية. ثنية يعني أصيل ما شاء الله. أكيد. من الصوبين ما شاء الله. كاسات. ما شبوه قدرت شبوه كلها. شوط ما كان متعب بالنسبة لكم.
والله خلينا نكون واقعيين يعني. والله ما هم متعب ما شاء الله يعني، سبقت بجداره هذا الخواره يوم دقيناها عند الكيلو يا 800 سنة يا 500 انها عند احتياط وبعدت من الركاب. زين، حد يبغى يضيف شيء يا اخواني في الشوط هذا؟ الشوط هذا الان شوط انتاج. ايوه، ما حد يقدر يشتري ويتنافس الخواره، فمعناه هنا الخواره على النقاط هذه كل موسم الانتاج بتكون محافظه عليه اذا كانت بصحتها الخواره. اي معناها الشوط يعني انت تتوقع الخواره بيركضونها في شارة اذا كان في انتاج شوط انتاج بتركض الخواره وبتي بعدها ركض احسن من هذا. والوقت يسعفها الوقت بالطريقه هذه، لان البكره ما تكلفت انا اشوفها. اي نعم، ما تعبت. بعدين اشواط الانتاج محصوره ما حد يقدر يدخل عليها. ما تم استنزاف البكره سعيد اليوم الشوط؟ لا ما استنزفنا. لا ما استنزفناها وايد ولا دورنا منها وايد. من رشح الخواره منكم يا شباب؟ انت رشحته؟ اشكرك. خلنا نشوف الترشيحات. نعم 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 نعم، سيل بطيب من غراب رشح الخواره، حمد بطيل الخفري رشح الخواره، وحمد لينيبي ما شاء الله مع الخواره، وسعيد بالشرقي مع الخواره، وايضا هيثم الحمادي غير مع الخواره. فنشكركم على ترشيحاتكم. غيرنا وياك الغالي. لا لا ما انت ما غيرت. لا هو تغيير قبل الشيء. انت ما غيرت. في كيكه وصلتنا من راعي صوغه، من خالد بن حموده من الزفنه حرسوسي. اها، من خالد بن حموده. بن حموده حرسوسي. حرسوسي اهداء لراعي صوغه. بعد الشوط الثاني بنشوفها، بس خلنا نروح نشوف الشوط الثاني اللي هو شوط نوايد. وبالنشير سمعنا انه كانت في مساومات على البكره قبل الركض ولا عقب الركض اكثر؟ قبل الركض يقولون وصلت مليونين. وصلت مليونين؟ ما طايب يعني. بكره الصراحه نبي ركوب. تيم بعد افضل تيم. وتيم افضل تيم اليوم ها؟ فحتى راعيها في اللقاء يعني لا، بس انت بكره هذه اللي يبغي الكاس اذا يركضها في الاماعه واذا يركضها في الشيوخ، بس يبدل شعاره. بس يحط شعاره عليه. ليش؟ لانها لأن محلات سواء ماضيها اللي الركض اللي قبلها. خلنا نشوف الشوط. خلنا نشوف الشوط. لا ابو شهاب الفحص المسبق بعد الفحص المسبق. نعم ما عليه. زين اوكي، ماضيها يهلها اول شيء، اول شغله. ثاني شغله مركاضها اليوم، رغم انها يعني عارف ركاب اليوم بالرموز يمكن شوي تكون تيمها المفروض يكون شوي اثقل من التيم، لان عندهم فحص مسبق وعندهم تدقيق وفي استبعادات كثيره للحلال اللي يعني ما يكون ما تنسبق البكره اليوم. البكره هي تمرهيه يعني واسرعت وياها بالتيم. تيمها قياسي هيثم يعني على مهرجان جائزه زايد الكبرى 58، العام اسرع توقيت في الشيوخ 46، وركض الشيوخ ظروفه غير عن ركض اشواط ابناء القبائل. تجهيزه غير. تجهيزه غير. ف 58 نعم بكره مؤهله انها تدخل في اي شوط. نعم ما شاء الله مستوى وعند مضمر. طيب. عبد الهادي بن نشير يستاهل هو وعياله الناموس. حمد شو تقول؟ بكره هي ركضها خاصه مثل ما شفنا يعني في نهايه الشوط، بكره بتكون مستقبلها بكره اسطوره. اسطوره؟ اسطوره من الاساطير اللي مرت علينا في دول الخليج، اذا الله سلمها واستوت بخير بكره بتكون اسطوره. عندكم ما وصلتكم معلومات عن البكره راحت ولا بعدها عند راعيها؟ لا البكره هذه لو راحت عند هجن الشيوخ من وين بتروح؟ رقم صعب لها. بتكون اسطوره اذا عند الاماعه ولا عند الشيوخ؟ لا السباقات هني في الوثبه ما شاء الله وسللت واستلمت المركز الاول ودبرت بعيد من الحلال. ابوها فلاح ولا بعيره. بعدين نوعيه ركض ابو سلطان وخفه البكره ونوع الاداء البكره يهلها انها ما شاء الله نوعيه يعني نوعيه فاخره ممتاز. نشوف الشوط السابع، الشوط قبل الاخير. قبل الشوط نشوف الترشيحات. طبعا ما اذكر حد رشح نوايد. هيثم الحمادي انا سمعت الباقي. انا غيرت هنا ابو بطيط. حد رشح نوايد؟ خلنا نشوف الترشيحات. شوف اعطني الترشيحات يا عبد الله. سعيد بالشرقي برافو عليك، احييك واحيي الفريق اللي معاك، وحمد بطيل الغفلي ايضا احييك على الترشيح. طبعا انا غيرت معاهم قبل الشوط. دكتور رشحت كل الاشواط هذه 100%. لا لا برافو. لا لا انت تمشي كل الاشواط اقول لك حتى الرابع والخامس. لا لا احنا ان شاء الله نطالب بجائز للمحللين من بعد المركاض هذا ان شاء الله في الختام ان شاء الله. هيثم سعيد يزاول كيف؟ يستلزم منا ولا يبغى يقصر؟ زين احنا بنشكره سعيد، والكيكه بناخذها اخر البرنامج مثل ما عودناكم عقب الترشيحات، ونشكر اللي هذا، وبعدين الكيكه تسمحون لنا بناخذها نحن سعيد. واذا عندنا وقت حلال عندها له. لا الله يطول عمرك. واذا ابو محمد بنسوي، واذا ابو محمد موجود في العزبه بنسير له زياره خاصه. بس مرحبا.
بدون كاميرات بدون بنسي نسلم عليه ولا بس زي. خبرني باكر عندك شيء في الرموز باكر في الثنايا؟ والله ان شاء الله عندنا قعود في الانتاج. قعود واحد في الانتاج بس ما عندكم اي شيء بكره الا في الانتاج فقط؟ لا بكره ممكن تروح عليكم نقاط على فكره. والله هذا قسم ونصيب. يعني حط في بالك انت الموضوع هذا. احنا اللي الله اعطانا من ذي النقاط نقول الحمد لله والخير مقبل ان شاء الله. زين انا يعني تحسب حق سعيد بعد هدوء الاعصاب ان هاي الرياضه يبغى لها نفس الغالي الخطام كذي والاعصاب لكن ما بيخلونك. دائما انظمه الانديه تحكمك والشخص الرياضي دائما ينصاع لها. واحنا بعد نطالب راعي صوغه بضخ المزيد. وراعي صوغه طبعا ما يحتاج توصيل لانه هو يعرف. لا ما يتوصب ابو محمد. مشكله راعي صوغه لا حد يزامط نظامته ترى بيكون اكثر بعد. احنا نوجه بعد تحيه كبيره وحاره من لها الشوق والحب والوله لاخونا محمد المظفر في لندن. نقول له ان شاء الله ترياك في المركاض الجاي والمركاض هذا مفتقدينك. وهذا ناموس خاص له. وهذا ناموس خاص وبالانجليزي بعد. نقول ان شاء الله الله يردك بالسلامه. الله يردك بالسلامه. تستلم البيرك ان شاء الله. شافه معافى ان شاء الله يرد ابو مظفر انت رياه. وش يو وش ما وش بالانجليزي وش ترى ويلكم قل له ويلكم. زين نشكرك نحن ابو عسكر. الله يسلمك. احنا بنروح نشوف شوط ضاري اللي ما يغادرنا ابو عسكر سعيد مظفر. نشوف شوط ضاري والحميري كان على قد الوعد. شكرا سعيد يابر ممكن ايوه الله يحفظك يا سيدي. مرحبا هلا هلا. اذا ضاري اذا يكسب الرهان. لكن انا سالت سؤال حق ابو صالح. نعم ابو صالح هو ابو محمد. ابو صالح ابو صالح ابو صالح محمد ابو صالح. قلت له ما اخذ تمره يشوط في صح ان رشحوك البارحه الكل اتفق على ترشيحه لكن خذه بصعوبه حمد. صح شوي غلط بعد النيادي في معيضه تكلم قعوده يمكن من 1003 كلم هذا يعني كان ممكن يروح الشوط. اي يروح عليه لو خلاه راكد وحركه هني بيلطمه النيادي. نعم نعم قالوا قعود المحيضه ما ينظلم صراحه. نعم. قعود انا من الصفر اشوفه يسبق ويكسر تيمات ما شاء الله. يكسر تيم البكار بعد من في يوم في غشابه شايفه سابق وكاسر تيم وفي المرموم وفي كل دوره وثابت ما شاء الله مستواه اللي هو قعود بن محيضه اللي هو اللي عذاره ما سبق هو صنع الرمز. هو اللي صنع الرمز اللي ينافس عند السبق. ترى هذا التحليل يا جماعة يفيد راعي المطية حتى اللي ما أخذ المركز الأول نعطيه حقه يا جماعة. نعم يعني نعم. يعني مطية تأخذ ثاني أو مثلا تقدم أداء مميز في الشوط لازم تنظر. لا في الحلال اللي يركض اليوم اللي كان احتمال أنه يسبق القعود هذا. أيوة. مثل أمس ثمان أشواط. نعم. ممكن هو القعود اللي أقرب أنه يسبق. أمس غازية وبكرة العصا. نعم. يعني نفس صحيح. الطريقة هذا الثلاث أربع التكريم. نعم. سبق صحيح. فيستاهلون يستاهلون. بس هذا القعود الان وفي عمليه الانتاج المركاض اليابي يكون رقم صعب قعود بن النيابي. ليش؟ لان الان عرف وين غلط. لا والحد خذها بعد من هاي النقاط بعد بين بعيدها. وهل المشترى ترى السوق واضح وموجود؟ نعم ونعم يمكن ما يتم عنده الغالي ويمكن ما يتم بعد هاي المساومات الموجوده. انا افرح لما يقولوا لي والله هيثم نحن اعتمدنا على ترشيحاتكم في المشترى وسبقنا فهذا بعد شيء يشعل السوق ويفيد كل هالهجم. شوف هالجعدة يعني شوف مستواهم يعني متقارب يعني متقارب. نعم وتيم المعيضة هي ثاني ولا ثالث؟ ثاني المعيضة ثاني هني صالح بن علي وعياله كلهم ثالث بالفلوس بس هني صالح نحن صالح بن علي وعياله كلهم هل المسعودي والسلامة لهل المسعودي المسيين بالخير. نعم هذا طعم الشعار مو بغريب عليه السب والناموس. صحيح يا ما صار وجار سواء بالدولة وخارج الدولة. صحيح صالح عنده بوش طيبات ما شاء الله راي عبار بوش انتاج. نعم البوش ترى البوش الانتاج هاي الله يعطيك اياهم الناقة المنتجة مثل الأرض الزراعية كل تحطها فيها هي عدل خصبة هي خصبة تعطيك. نعم صالح الله يبارك لك فيه عنده بوش طيبات. زين نعم. قلت لي بس بسلطان بنوضح نعم سلالة مشاكل نعم. نعم مشاكل طعمك مأخوذ من مزاد سعيد بن منانة من إنتاج سعيد بن منانة أبوه مشاكل عيد سالم بن راهب بن غدير وأمهم بوش سعيد بن منانة. أها المأخوذ هذا ولد مشاكل قعود هذا سبق قعود. أيوة هذا مأخوذ من مزاد سعيد بن منانة. نعم ومن إنتاج سعيد بن منانة وابوه مشاكل بعير سالم بن راهب. بعير سالم بن راهب. بس حبينا نوضح النقطة هذه ونشوف الترشيحات المحللين من أصاب. أعتقد كلنا صبنا هذه المرة كلهم تبعونيهم تبعوني الربع من رشح هيثم. لكن حمد اللي نبي بعد نقول ما حاله بالتوفيق. شاهين وين يا في الشوط؟ يا ثالث شاهين بالحلوس بعد ما رحت بعيد يعني فوكر الخطر. نعم
نشوف الشوط قبل الاخير. اعتقد شوط بدران الاخير. نعم نروح للشوط الاخير قبل الكشوفات، لان اليوم عندنا كشوفات بعد كثيره. عطني الكشف. حاضرين. شوط بدران يا اخواني. حمد دينيبي قول لي شوي عن الشوط، شفت الشوط انت تابعته؟ والله نعم شفنا بنظره حمد الجنيبي. اي من انا ابغي بنظره حمد الجنيبي. صح طبعا كان وصول بدران في المجموعه الاوليه عند قعود بن بيشان وقعود بن ذيبان نفس الشيء متواجد عنده، ولكن ان هذا قعود باعد المسافه. نعم باعد المسافه وفي النهايه نهى القعود الشوط بريحيه. خذ يعني بريحيه. كان القعود راهي من مسك بن شليوي سيطر يمكن 5 كيلو. قعود المثيره في الشوط هذا ان راعي بدران ما حد استفزه اليوم وتاخر كثير. تاخر وجاء في الاخير حصل الشوط. نعم حصل الشوط وقعوده راهي، قعود صامل. قعود عنده صامله. ما تلاحظون شويه في الاذاعه قمنا نعرف معظم الاشواط المطيه اللي سابج نعرفها قبل فتره، يعني قبل مسافه، عكس طبعا الاسنان الاصغر والمسافات الاقصر لها تاريخ المطيه. صحيح تبني تاريخها. كلماني ونحن على سن الكبار تتضح الامور اكثر، مثلا باكر في الثنايا بنعرف. حتى اللي يركض الناقل اللي حيده خطيره ايه قبل ما يضرب رعيه هذا ضرب مني وشرد يشوفه. اي نعم صحيح. يشوف الترشيحات. من ذهب مع بدران؟ من ذهب مع بدران يا عبد الله؟ عطني الترشيحات. دكتور عند بدران؟ لا دكتور بالحضيرب. لا لا من رشح بدران؟ دكتور ما حد غير بالحضيرب. لا لا ما رشح. لا والله دكتور بالشرقي ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا بالشرقي. يعني انا بالشرقي ما له ناجح هذا. ايوه وحمد حمد بطي يا اخواني نسيتوا حمد. شوف حمد متواضع ساكت وما قال شيء، لكن لو ما طرينا نحن اسم بن حضير مرشح صح بيجلب الدنيا علينا. زين زين قبل ما نصير للثنايا خلنا نشوف جدول النقاط. يوم كتبنا الجدول حسبناه جدول نقاط البيرك، شو رايكم؟ زين زين راي العدل. نشوف الجدول. عطني جدول النقاط. هذه النتائج ملاحظه مهمه مبدئيا قبل ظهور نتائج الفحص والتثبيت. نتائج الفحص من الدوره نفسها اللجنه المنظمه، والتثبيت من لجنه البيرق. في هناك بروسس معينه واليه معينه للتثبيت يعرفونها كلها البيرق. بس هاي ما تنحسب، هذه النتائج ما تنحسب عليكم. لا لا مو علينا. لا بس مبدئيه. اي نعم مبدئيه. لا لا الجمهور قابل للتغيير. اي نعم الجمهور. لا ياخذها بس لا 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 قابل للتغيير. حتى هالجروبات اللي بياخذون نتائج الحين يحطون في بالهم يا اخواني الملاحظه المهمه قبل التثبيت وقبل الفحص. نشوف النتائج. المركز الاول مطر بن محمد. اخواني مظفر مو مطر، يعني ما غلطوا الا باسم مظفر اللي هو متصدر. ما عليه تحصل. عدل الاسم عشان بس اذا حد بيصور الشاشه. ايوه جزاك مظفر. حط الميم مو مظفر، مظفر حط الميم بس جزاك الله خير. اذا مظفر من خموشه. العامري عنده 19. عدل الاسم. حط الميم اول شيء. ما عليه بيحط في 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 طريقه. ايوه سلطان في طريقه اذا يمكن تسوونها بتكون جدا ممتاز. لحظه شوي يعني مسج شويه بس لخبط حساباتي. زين في طريقه لو تسوونها دقيقه بس خلني اقرا دقيقه لو سمحت. كمل. مظفر بخموشه الاول 19 نقطه. نعم. تمام نعم. محمد راشد مغدير واخوانه وشعاره 12 نقطه. سعادة صالح بن محمد بن نصرة وأخوانه وشعاره 10 نقاط. في المركز الرابع يأتي سيف بن علي بن راشد بن كليب 9 نقاط. في المركز الرابع. المركز الخامس محمد سلطان بن مرخان الاجتبي 8 نقاط. في المركز السادس مطر بن حمد بن عميرة الشامسي وليش الشمسي يا أخواني، ركزوا في هذا في الطباعة 6 نقاط. مع اخذ بعين الاعتبار اخوي مطر اذا تسمعني لازم يكون عندك رمز عشان تنافس على البيرق. انت موجود لكن بدون رمز ما راح تحسب لك النقاط اخر الموسم، يعني ما يصير تجمع نقاط ثاني وثالث ما راح تستوي هاي. بس احنا نقول الاحتياط. حمدان بن عبد الله بن فارس الدرعي 6 نقاط. محمد صالح بن علي الحميري اليوم يفتتح رصيده ب4 نقاط في المركز الثامن. مين عندك السادس مكرر؟ السادس مكرر. ايوه مكرر. شباب السادس مكرر. السادس السابع ما في مشكله. اوكي
عندنا بعد بقيه المراكز. دكتور راشد بالزفنا ايضا 4 نقاط، وسالم بن سعيد بن منانه 4 نقاط في المركز العاشر، محمد الحزمي بن قناص اليوم مع بدران 11 في المركز 11، كلهم مكررين يا اخواني. طبعا مبارك بن حمد بن مطر ما حقق ولا رمز لكن عنده 3 نقاط في حسابات البيرك، وعبيد بن حلوس ايضا اليوم صاحب المركز الثالث 2 نقطة في المركز 13. محمد الحزمي بن زيتون ايضا ما حقق ولا رمز لكن عنده 2 نقطة في المركز 14. خليفة سلطان بن رشيد 2 نقطة أيضا، يأتي مع محمد بن زيتون مع عبيد الحوس في نفس المركز. فمحمد سيري بن عويضان المفاجأة لحد الآن بنقطة، وهو مركز غير مرضي تماما لأبو حمد أكيد في هذا السباق مع عدد المشتريات والتجهيزات. هذه محدثة عندكم حمد؟ نعم حدث البيانات؟ نعم. زين احنا مشاركين وعندنا نقاط ما بعدنا ما خلصنا ما خلصنا ما خلصنا بعدها بعدها موجودة. سالم بن أحمد بن دري نقطة، فري بن علي بن حمودة نقطة، في أحمد بن عضيلي مشارك اليوم ومسجل في البيرق 2 نقطة. هذا الكشف اللي أنا عنده 2 نقطة أرجو إضافته، بس أنا عندي الكشف موجود هني بشوف إذا الخطأ من عندي ولا من اللجنة. بعيد الخطأ عنك. لا لا يحصل وارد يعني طال عمرك. صاحب المركز اللي فيه 2 نقطة عندنا طال عمرك عبيد بن حلوس 2 نقطة، وبن زيتون 2 نقطة، مبارك محمد سعيد بالعضيلي العامري نعم موجود 2 نقطة، صاحب المركز الثاني في الشوط الخامس بكار محليات انتاج الوسمية صحيح؟ أنا. سيتم اضافته هناك. نعم فالعتب على الاخوان في السيارة وليس اللجنة. اللجنة وصلنا الكشف ما شاء الله مرتب، نشكرهم على الجهد، لكن احمد يعني نمون عليها من عندنا من لا لا ما يحتاج، واحنا طال عمرك كلنا نقاطل البيرق هذه. لا اكيد حقك. لا يعني الشرف في حد ذاته مشاركه في هذه الفكره 100%، و يعني بغض النظر عن النتيجه شو تكون. بس انتم مسجلين باسم احمد باسم لا 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 باسم الوالد محمد باسم الوالد باسم محمد ها محمد يا اخواني 2 نقطة باسم محمد بن سعيد لعضيري العامري، محمد بن سعيد لعضيري العامري محمد ايوه 2 نقطة وحطوه في جدول النقاط مع الاخوان اللي موجودين في البيرك. اضافه لهذا انا مساعد اقول لك ملاحظه ايوه انك تحط شعار الشخص او تحط صورته. بنحط الشعار او الصوره. لا للشعار عندنا الشعارات. نعم هي الشعار خير. ايوه ايوه من اللجنه بنطلب موضوع الشعارات ان شاء الله يجينا في نهايه المركاض، يعني بيخلص المركاض اليوم مع اخر يوم راح نحط الشعارات كلها حلو وكلها قبل التثبيت. يلا عطني 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 الجدول الحين. حين الجدول بيكون كامل من الترتيب. طبعا اخواني المراكز رجاء اللي الرابع اللي عنده 4 نقاط ثبتوا في مركز واحد مكرر صحيح رجاء. انتوا تنظمون حق المراكز الثانيه فهمت علي؟ فعبيد بن حلوس 2 نقطة، محمد عتيج بن زيتون وخليفه سلطان بن رشيد ومحمد بن سعيد بالعضيلي 2 نقطة عندهم مركز واحد عادي يثبت 4-4-4 يعني المركز الرابع خله ما في مشكلة اليوم أول يوم بكرة إن شاء الله نعدلها. طيب نروح نشوف تستخدمون الألوان الكشوفات. أقول اللي يقول ببطيل تستخدمون الألوان اللي في المركز الأول ياخذ اللون الأخضر أصفر. برنامجنا استوى كله اقتراحات يا جماعة. أعطونا اقتراحاتكم قبل البرنامج. حلوة اقتراحاتك دكتور. دكتور تعال تعال قبل ساعة. نعم. وعطني اقتراح بسجلها. لأنك أنت تتم متأخر على البرنامج. لا لا. الحين حطيت علي أنا. سوي باقتراح أنت. أنا أقول صريح مع الناس. أبو سعيد عندك الكشف. أبو سعيد بينادي على الكشف. قرأ الكشف. عندك كشف يلا. أعطوا الكشف. كشف الثنايا أول الأشواط جاهز الزايد الكبرى ثنايا أبكار محليات. شوط مفتوح. الشوط المفتوح لبكار المحليات غلا راشد علي خليفة الرميثي ود سعيد مطر محمد الرميثي محمد بن إبراهيم بن محمود آل محمود أريج أريج أي نعم ذكرني بالشراب الأريج هذا نعم فراري سهيل سالم بن غدير الكتبي نعم صبا ناصر سالم بن مرة العامري افعال للدكتور علي بن سلطان بن رشيد الكتبي الشايبه محمد بن عتيج بن زيتون المهيري غازي عبد الله بن علي بن سالم العامري وحاجه سهيل بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي نجوى عمر عواض عمير الكتبي تهامي تهامه تهامه ايوه
علي سعيد سالم الزرعي وهي أخطر المرشحات باتا. نعم. ناصية مبارك بن محمد بن ثاني المزروعي، قصايم محمد بن سيب الكليب الجتبي، حربة سعيد بن سيب بن علي بالكليب الجتبي، معراض مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، مكحولة سعادة حميد بن سعيد النيادي، مزنة سعادة حميد بن سعيد النيادي، الفيصلية لسعادة حميد بن سعيد النيادي. ما شاء الله مزون، انت قلتها مزنة. مزون انت مزون. اللي تشوفها شوي صعب عليك. لا لا مزنة ولا مزون الغالي. نفسي هذا جمع وهذا مخرج. والفيصلية ايضا لسعادة حميد بن سعيد النيادي. نعم. عطني الكشف، جزاك الله خير، مشكور يا ابو سعيد. بنكمل لك بنكمل لك الغالي. نشوف الترشيحات الان ونذهب الى الترشيحات. سهيل بطي بن غراب ذهب مع الشايبة. من اختار الشايبة؟ فقط سهيل بطي بن غراب، لمالكها محمد عتيج بن زيتون. احمد بالعضيلي ذهب مع وهاجة، وبنفس الترشيح ذهب هيثم الحمادي وهاجة، لمالكها سهيل سالم بن دري الفلاحي. تهامة راحت مع ابن حضيرم ومع ابن الشرقي ومع الغفلي لمالكها الزرعي، ومكحولة لسعادة حميد بن سعيد النيادي رشحها حمد لينيبي. زين انا عاد شوي على السريع شوي على السريع، اللي قال الترشيح بيعطيني شوي معلومات مفيدة للمشاهدين الكرام، علوا عسى هذا اقتراحي انا اليوم وحبينا نمشي عليه، نحاول يعني قد ما نقدر ان اللي رشحناها ناخذ سلالته وناخذ اخر اشتراك لها مع تيمها، يعني بحيث انه ممكن نكون سبب من اسباب ارتفاع سعر المطيه وممكن يصير سوم عليها ليله المركاض، يستفيد البائع ويستفيد المشتري. المشتري. طيب انت رشحت بكره الزرعي. نعم. ليش؟ بكره زرعي ساب جهني في العام ما اخذها رمز وجايه ثاني على الرمز وثالث على الرمز. اللي هي تهامه. تهامه. على سلسله جبال تهامه. ايه. اوكي. نعم. حد يعرف تيم تيمها؟ أظني 45 يا إبه. 45. سابق الشوط الأول في الوثبة. في أي مركاب الوقف في التمهيدي الوثبة. التمهيدي الأخير. آخر تمهيدي أعتقد. يا إبه 45 هذه بكرة الزرعي. وأعتقد اسمها القبلي وجن، أظني بكرة من كرازي. آه. لأن الزرعي ما شفنا له إلا مشاركات في. هني مركضها. لا لا ما شارك في الأسنان اللي قبل صح؟ مركض. مركض. أول نزول له باتر بعد. فرموز شارك؟ لا ما شارك مرة الرجال. أول نزول له باكر. رشحت بكرة بن زيتون أبو سلطان. بكرة بن زيتون سابج مركز الشيخ محمد بن زايد العام. أها. وسابج هني السنة. الشايبة. الشايبة ودعلي بن سلالة الشاهينية. من الشاهينية. إيه. أها. أبو محمد رشحت وهاجة. وهاجة جديدة داخل عشرة. لا 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 سبوق البكرة من يوم هي لقية عند سالم بن دري. من هي لقية عند عام وواصله مبالغ كبيرة عنده وما طعب يا حي يبغيها لأسواد الرمس. ما عندك معلومات عن آخر سبق لها هني؟ لا السنة أظني يركضونها مراكض يركضوها هني في الوثبة هي الثانية أظني في سبحان سابق سبحان بس ما كانوا مستهدفين بها يعني ولا كضوهم ايه نعم لكن باكر بتطلع إن شاء الله في المستوى اللي هلها وجمهورها يتأملونه. ممتاز. حمد رحت لشعار النيادي ولا تعرف البكرة ولا اخترت الشعار؟ لا البكرة وصيبة على اتهام امس بالزالمين قال المحللين يروحون على الشعارات. هاي البكرة وصيفة رمز الجذاع العام الماضي. وصيفة رمز كان اسمه مكحولة ولا مكحولة كان مكحولة اسمها كان وسابق نفس الشيء مكحولة يا هي ثانية على بكرة بالنصرة هني في ختام الوثبة العام يا وصيفة رمز السنة سابق نفس الشيء لها سبقات. تعب سلالة أحد عنده معلومة عن سلالته؟ سبقت في أول افتتاحية الثمانية. طيب احنا قد ما نقدر المعلومات الموجودة المحللين ما راح يتخسرون. أظن سبقت في نفس الشيء بعد ناقة هني ما هي بكرة الزرعي. لا بكرة الزرعي في الديوان الأخير. لكن نذكر أي ناقة؟ اللي هي أريج. أريج. أيوه العام الماضي هذه عندنا أخذت رمز في مهرجان البشاير. في سن الإذاع بكرة محمد إبراهيم محمود رأي ثاني إذا هو ربيعنا محمد راعي الكورة هو محمد هو محمد بكرة نعم خذت عندنا رمز وكانت منفردة ما شاء الله عليك سلطان هيثم أبو إبراهيم بكرة الزرعي هيثم تهام لكن تهام أخطرها تهام أخت منصة ناقة العاصفة من الأم والأبو أها اللي هي تهامة بكرة الزرعي وأبوها شاهين بن كراز. ممتاز. محمد إبراهيم محمود منو يضمر له؟ منو عنده مضمر في العزبة؟ أما اتصلوا محمد عقب البرنامج أنا خبر أفرحني لما أشوف زايد مشرف زايد مسعيد مشرف على الحلال أظني زايد هو المشرف على الحلال زايد نعم لأن أنا حيد العزبة أول ما سكر سلطان أخوه أها
سلطان بن ابراهيم. نعم. هو اللي كان يدير ما شاء الله سلطان في العزبه. آه نعم. سلطان ما شاء الله في الطيور ما شاء الله في المرموم. نعم. هذه العام بكره قويه. ممتاز بكره قويه. انا اقول لي خطيره على تهامه هي ناقه النيادي. واخر مركابه هني جايبه 45 في وذبه. مكحوله ها؟ لا طريق تهامه. طيب. اخر مركابه 8. طيب. باقي لنا 7 اشواط يا اخواني نروح الشوط ما شاء الله الساعه 9 باقي لنا 7 اشواط. فخلونا نروح الشوط الثاني شوط الابكار المهجنات المفتوح عبد الله محمد بن عويبان العامري ندى محمد عبد الله ياعد الحميري النايفه سعيد جعفر مرخان الجتبي اوتار محمد سلطان مطر مرخان الجتبي وجده ناصر محمد زايد خلفان المنصوري سليل محمد محمد زايد المنصوري براكه زايد محمد زايد المنصوري شقره سالم راشد بن غدير الجتبي اطلال كردوس محمد سالم العامري خداعه محمد عتيج بن زيتون المهيري وهيله احمد الحزمي قناص العامري شقره محمد سالم بن دري الفلاحي مبشره سعاده حميد بن سعيد النيادي الفيصليه سالم سيف علي سويلم الشبله مبارك احمد بن مطر بن مايد الخيلي اليمامه. نعم. مكتوبه اليمامه ها تغير اسمها اوكي سعاده بدال الفيصليه في الكشف عندي صارت اليمامه كانت في الفيصليه. طيب نكمل مبارك احمد بن مطر بن مايد الخيلي ذخيره مبارك محمد بن نصر العامري اليمامه محمد سيف بن عويضان العامري انتصار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي ود. إذن هذه الأسماء نشوف الترشيحات على السريع ترشيحات السادة المحللين أطلال بن حضيرم وبن غراب والغفلي راحوا مع أطلال لمالكة سالم راشد بن غدير ود بن مرخان هيثم الحمادي وبالعضيلي وهيلة كنا تخالف محمد دينيبي اشوف وايد تخالف ما شاء الله يعني عندك معلومات معناته وهيله وايد قويه وهيله وايد قويه ها حتى وبالشرقي وين رحت في ترشيح ذخيره ناقه بن حمدو ذخيره ناقه حمدو. طيب كلمني عن ناقه سالم راشد بن غدير مركضه في السته في المرموم سابج وسابج في راس الخيمه 6 كيلو 8 ما وصلت سابقه في شوط الشيوخ ما ركضت 8 لا في المرموم مركضت وفي السوان الشوط الاول حد عنده معلومه عن السلاله؟ والله شار انها سالم هاي بكره شار انها يوم هي لجيه يوم هي؟ يوم هي لجيه ما لجيه ها من هي لجيه عندهم موجوده نعم واشتراكاته واذاعه؟ اذاعه ما اخذ السيارة اظني ضالعي كان قال لي ضالع ها؟ نعم ما اشتركت اشتراكاتي المشكلاته اوكي بس بكره اللي رشحها لي نبي خطيره وايد طيب انا بعد استفيد من الواتساب عندي الشباب اللي يتابعوني على الواتساب يعطوني معلومات جزاهم الله خير فانا اذكر بعض المعلومات على الاسماء اللي تجيني او بعض المعلومات اللي تجينا عن الابكار او الحلال اللي يشارك في الشوط او هيله بكره هي ناقه بن زيتون بكره سابقه في الوثبه هذه بكره السنه سابقه نعم مثل ما ممتاز بكره ود ابو محمد ود سابقه في المرموم مو باخذ مشاركه اظن المشاركه اللي قبلها بن حدر من سلاله شاهين بن حموده كان مركابها طيب وتيمها طيب في ذاك اليوم اوكي الشباب حد عنده اي ملاحظه على الشوط نروح للشوط الثالث يلا نذهب للشوط الثالث سلطان اذا في كشف اضافي ايوه الشباب بس عشان انا مشكله ابغى اقرا سالم لا اقرا الكشف هذا الكشف سالم ممكن الكشف هنيني سلطان محمد مسفر بالقوبع هيمان احمد غانم علي بن حموده الظاهري مشرف محمد سلطان مطر مرخان الجتبي ممتاز محمد سلطان مطر مرخان الجتبي مهدي محمد عبيد بالحلوس العامري شاهين عبد الله احمد بالعود الرميفي صوغان سالم سعيد من منان الجتبي المختبر حمد راشد حمد غدير الجتبي وافي علي محمد مطر غدير الجتبي الحذر علي راشد سعيد البريصي المري عنيد محمد ناصر العوضي يحيى المنهالي دينار سيف علي راشد سويلم شاهين ابوها جلمود بعير بالعصري ابوها جلمود اطلال اي نعم ابوها جلمود بعير بالعصر بعير بالعصر نعم ممتاز نشوف ترشيحات الثنايا الجعدان المحليات بن غراب وافي مع ابن حضير بنفس الترشيح وافي لحمد راشد بن غدير الجتبي ممتاز بالعضيلي وهيثم الحمادي ممتاز ل محمد سلطان المرخان الجتبي بالشرقي وحمد الغفلي وحمد النيبي ذهبوا مع شاهين سيف بن كليب ولا بالحلوس؟ بن كليب كلكم بن كليب؟ بن كليب ما حد بالحلوس؟ تمام بالشرق كلمني عن بعير بن كليب
صاحب رمز الوثبة، صاحب رموز رمز المثب... رمز ما علي اللي 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 ما يعرف المعلومة صاحبه يعني صاحب رمز المرموز. ما علي ما في مشكلة، مو بشرط مو بشرط إنك تعرف المعلومة. هو قعود الموسم الآن في الإذاعة مو بامتحان، هو عادي بيكون لا استعلم صديق العام كان أميز قعود هو على مستوى الإذاعة، وأعتقد شارك الذيد وحصل على المركز الثاني. أنت مع حلال بن مرخان أشوفك الحين شوطين. نعم وانت معاي تراك انا بعد حق سالم بس للتوضيح، ترى انا ما رشحت ولا عندي اي معلومات عن عن الكشوفات. انا اقول حق سالم خليه كل يوم اختار محل، قلت اليوم حطني مع ابو العضيلي، اي شيء ويا ابو محمد حطني وياه. والله ممتاز، اعتقد العام انتقله ملكيته محمد سلطان وقعود له منافسات على الرموز، واخر مشاركه كان مركاضه طيب في المرموب ومسجل توقيت. هاي المعلومات اللي انا دورها كلها السنه ركضه سابقه يقعود. انت اكيد تواصلت مع سالم ولا مع حمد ولا مع وفي جاي ثاني على الرمز في ميدان رماح. حلو. والسنه السابقه وماخذ الرمز في رصيده رمز في الوثبه، رمز الوثبه العام، رمز الوثبه، رمز الوثبه العام ماخذ لنا في قعود وافي ماخذ لنا اذاعه. اي نعم هيثم في قعود اللي هو قعود بالعود الرميثي صوغان مسجل 12:40 في سويحان ما شاء الله. قعود وايد ثابت عندنا في المرمى. نعم قعود وايد قول سته اي تذكرت بالعود الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. زين هذا عنده اي مداخله ثانيه؟ نروح للشوط الرابع. نروح للشوط الرابع. الشوط الرابع شوط القعدان المهجنات وهو شوط رئيسي. حمد غريب راشد الاجتبي متباهي سيف جعفر سيلمر خان الاجتبي نجد محمد سلطان مطرمر خان الاجتبي ادهم محمد سلطان مطرمر خان الاجتبي مشاكل علي حموده علي حموده الظاهري التيار سالم سعيد منانا الاجتبي مخوف زايد محمد زايد المنصوري الفايز سعيد خالد سعيد آل زايد الهاجري صوغان محفوظ خميس علي لينيبي مسار حمد محمد عبيد العامري شاهين سيل محمد حمد بركاض العامري مكلف سيل سليم حربي العامري عقاب علي سعيد سالم الزرعي الوزير علي محمد قناص علي العامري منذر هادف الحزمي قناص العامري ناصي مبارك عبيد بن نوره العامري خوف سيف علي راشد بن سويلم الصيرمي مهير علي راشد سويلم الشامخ سعادة صالح محمد بن نصر العامري الحصن. شوف الترشيحات شوف الترشيحات يا كابتن أدهم بن غراب ذهب مع أشوف ما شاء الله منوعين الترشيحات ما شاء الله حد سار صوغان حد راح الوزير حد راح متباهي حد راح الحصن حد راح أدهم هذا عدنا الركلة نوعته في نقطة هيثم بتكلم عنها. أحيانا الحلال ممكن باكر أول ملتقى للثنايا أول احتكاك في حلال شارك مثلا في الوثبة وفي المرموم في الدول الرسمية نعم. وفي حلال كان يحضر بطريقة بعيدة شوي عن الأضواء بالخص عشان مسابقة البيرق يعني في مطية تلقاها تشارك مثلا في ميدان فرعي مثل السوان الديد اللبسة الأهداف تحضيرية بس واصل بيبين المستور كله طيب. بالنسبة لوافي بس يتنى معلوم أن وافي ماخذ رمز الوثب ختام الوثب العام الماضي والأب شاهين بمسفر المحلي. أي نعم والشاهين بعيد محمد راهد بعد بمسفر نعم عند سيف بمسفر نعم. حد عنده إضافة على لبين أن ما ممكن ما اتفقوا المحللين على ما اتفقتوا صح نعم يبين أن مستوى القعدان كله واحد متقارب أي نعم. طيب نروح للإنتاج ولهل التلاد نصيب كبير من الجوائز من قبل اللجنة المنظمة مشكورة ودعمها الكبير لأهل الإنتاج. الشوط الخامس أفكار محليات رئيسي سعيد مطر محمد الرميثي سمحة محمد هلال عيض المزروع الشاهينية ناصر حمودة حمد العفاري الوثبة علي راشد عبد الله النعيمي شخصية سعيد سالم بوحقب الشامسي لبقة علي حمودة علي حمودة الظاهري شمس ناصر حمد سيل عويض الخيلي جميلة عيسى سعيد سبت الخيلي حبوبة مبارك الضحي سلوم الاجتبي روابي سلم بن قنزول بن حمرور العامري الشهامة أحمد محمد بن كراز المهيري سبا عبد الله محمد غنام الهاملي شاهينية محمد عتيج زيتون المهيري النصيبة سالم راشد بالحبال الاجتبي النايفة محمد العوضي يحيى المنهالي الشايبة. وين الترشيحات راحت يا بغراب وين 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 وديتنا وين خلينا نشوف وين سبا كلهم شمس ما عدا سبا بغراب والنصيبة حمد لينيبي. أنا بسير عند الحمد لينيبي ليش رحت مع النصيبة شو تعرف عنها هذه بكرة سبوق والسنة السابقة في الوثبة هني نفسي أنا وين حصل فيها شو تعرف عنها انت سبره لا النصيبه انت النصيبه يا اخواني النصيبه بن غراب نصيبه بن زيتون
ايوه نصيب الزيتون. ايه نصيب بن زيتون عدلوا ترشيح من غراب عندك ما غلط الا ترشيح من غراب اللي ما يصك التراب. زين عدلوا ترشيح من غراب. زين في بكره ابو سلطان مش رايه؟ لا لا في بكره بكره بالحباله سبوق اللي هي النايفه. وين شفته؟ سابقه هني في الوثبه. شو سلالته؟ تعرف سلالته؟ ما اعرف سلالته بس بكره ما شاء الله لها مستوى طيب. وكذلك بكره ناصر بن حمد بن سهيل شايف لها سبق الحقات هناك قرب الخط. ابغي تيم حد يعرف تيم؟ ما حد جاب لنا تيم في الشوط هذا؟ التيم اسرع توقيت سجل السنه. أيوة. بكره بن درويش 42 الجذابه والاسبوع اللي عقبها موجوده في الاشواط؟ لا بتاعت. والاسبوع اللي عقبها بكره الزرعي اللي هي 12 و45. بكره الزرعي اللي مشاركه في الشوط الاول تهام نعم انها التيمات اللي سجلت. الله احنا نقول الله يسلمها تهام. عندك جميله الناصر بن حمد بن سير الخيلي. أيوة. سابق الشوط الاول انتاج هنا في تامي الوثبه. جميله. نعم جميله. طيب. عندك الشهامه بكره بن قنزول بعد سابق هنا في الوثبه الشوط يعني كله بكره بن غنام بعد شايف. أنا الحين فتحنا لكم مجال عشان تطرون لسامي لكن ليش اتفقتوا على شمس يا ابن حضيره؟ والله شمس في مركاض الشط ماخذه سياره اخر مرة في الشط. نعم. بدون اوامر. بدون اوامر. وسابق هني في مسافه 6 كيلو من الشوط الاول. يعني بكره شعار بن حموده بيكون واليوم بكره مركاض واليوم شعار علي بن حموده محقق شوط. اتوقع انه. نعم. في مركاض الشط هي جاي ثاني اتوقع. في الاشواط النقديه قصدك حمد؟ ها لا اليوم بالاشواط المتاخره السابق. نعم اذهب للشوط السادس شوط الابكار المهجنات الفتره المسائيه. طبعا مسعود عبد الهادي صالح الاملح المري ذهيبه سالم سعيد من انا الاجتبي نو عبيد سعيد من انا الاجتبي حرير راشد خليفه المر النيادي جمهره حمد راشد حمد غدير الاجتبي ماتهاب حمد محمد بن بيات الرميثي جميلة سعيد بالحلوس بن حمرور العامري الهائلة خالد سعيد مطر مصبح الاجتبي سلسبيل محمد مسلم حمرور العامري الحذرة حمد محمد فيد الرزق العجمي شديدة. أنا أعتقد ما في اختلافات وايد في الترشيح في الشوط هذا. أعتقد أعطني الترشيحات الكباتن نشوف الكوتش بن غراب راح مع نو اللي بن منانة. لا والله في وايد ما شاء الله توزعت بن حضيلة ما راح مع بن منانة لكن راح اختار حرير بالعضيلي راح مع الهايلة بالحلوس بحلوس بن حمرور العامري ماتاب بالشرقي لحمد راشد بن غدير الهايلة اوكي ماتاب حمد دينيبي بين الهايلة وماتاب هاي الثنتين هن اللي اخطر الشوط. شو قال فريقك اليوم؟ شوف فريقك راجل فريق الثنتين هذيلا مو مصحصح يعني فريقك قالوا على الثنتين الثنتين هذيلا شو قال لك الفريق عن ماتاب؟ ماتاب هي الاخطر نقف الحلوس وما من الهايله نقف الحلوس وما تهاب هناك. محمد وين رشحت انت؟ انا رشحت الهايله. شوف هيثم باسل الاحتكاك هو اللي بيوضح لك المستويات. ايوه الحلال هذا كله اغلب الحلال مسجل في الرموز الهن سبق بس ما يتمعن في شوط واحد الا في يوم الغد. اها يعني الاحتكاك دائما الاختبار القوي هو اللي يفرز الحلال يفرز النوعيه. بس في ركاب يعني معظمهم هذا الهن من العام ماضي قوي في الركب مثل عندك الحذره بكره محمد المسلم بن حمرور وصيفه الكاس العام عندك بكره الهايله من العام وهي تسبق هني في الوثبه. نعم. تنافس على الرموز عند يعني معظم الحلال عندك سلسبيل بكره خالد بن سعيد المطر نفس الشيء بكره راشد خليفه المر نيادي بعد يعني معظم الحلال اللي موجود جمهر اعتقد سابقه في المرموم مش اخر مشاركه المشاركه اللي قبلها ممتاز كلهن ركاب لهن ماضي قوي يعني السنه. طيب وشيء منهن من العام بعد لهن ماضي. نروح للشوط السابع الجعدان المحليات الانتاج احمد خليفه بن زاهر الاخيلي الناوي خليفه سعيد محمد العميمي مختار محمد سيد بن عويضان العامري مسعف سالم سعيد سالم بلاحج الرميثي هملول خليفة سالم بالضبيعة الاجتبي شمعدان محمد سعيد بو حقب الشامسي مشاكل سالم سعيد بن منانة الاجتبي شاهين مبارك حمد بن يذوه العامري بن قذوة العامري مرحب سالم راشد بن غدير الاجتبي اعتقد شرين لان شرين مورود تنكتب بدون يعني حاطين يائين مورود ياء وحده شرين حطامة طبيعية سالم غريب راشد مصبح الاجتبي حكيم سالم مظفر خموشة العامري مشكور محمد مبارك محمد أدفى العامري شاهين محمد مبارك عثعيث العامري الحذر برغش
طبازة الدودة العامري مياس، خزع أحمد، خزع الهركي العامري لزام، محمد سليم، سالم العفاري مخايل، محمد عبد الله، محمد منينة الشامسي هملول، حمد محمد فيد الرزق العدمي مسلي، سيف علي راجد سويلم توفيق. حلو اسم توفيق عيب. أول مرة أسمعه في الركض. أنا أسميها ها؟ أبو علي؟ إيه. توفيق وتوافيق. توافيق ها؟ زين يوفق رب العالمين يوم يوفق يوفق الأمور. زين مشكور. اتفقوا عليه 1 2 3 4 من المحللين. أبشرك وهيثم الحمادي وياهم. وياهم. الله يعينه راعي مشكور. منو راعي مشكور هو؟ راعي صوغة. راعي صوغة. الله عندك يا راعي صوغة. ليش اخترت شرين حمد؟ شو تعرف عن شرين؟ والله قعود هذا السبوق وينافس على الرموز دائما ثاني ثالث على الرموز. اها. آخر مركاض له ما تعرف آخر مركاض له متى؟ لا والله ما أعرفه لكن قريب لكن. ما عندكم معلومات عنه؟ ترى انا اسال المحللين في نفس الوقت تجيني رسائل مشاكل. هذا شرين من العام سبوق وفي ترى السنه اول مره الحين اول مهرجان السنه هذه في جعدان سبق هذا مثل قعود ابو حقاب اللي هو مشاكل العام وصيف الرمز وتوفيق طيب نعم كذا كله في التمهيد لا والعام يا ثالث اعتقد في الرمز في ميدان رماح طيب ممتاز مشاكل حاصل على الرمز بقعود ابو حقاب الشامسي العام في ختام المرموم وعندك مشكور ينحدر من الاب جبار مظفر والام بنت مشكور هذه سلاله مشكور سابق اخر مشاركه له في انا اشكر اخونا حمد الدرعي من جروب الاتحاد على المعلومات هذه ومطرش لي بعد رابط الشوط الخامس اللي سبق فيه الشوط ال15 اللي سبق فيه مشكور في الفترة الصباحية في ميدان المرموم يوم الأربعاء تاريخ 21/11/2018 فنشكرهم على المتابعة حد عنده أيضا حد نقطة زيادة نروح للشوط الثامن آخر الأشواط شوط اللي قاعدين المهجنات شوط رئيسي خليفة علي خليفة عبد الله رميثي ناصي راشد محمد قران المنصوري أشقر محمد حمود ثعلوب سالم الدرعي الطليلي سلي محمد سالم الدرعي فارس الفارس سليم سالم بالأسود العامري مدلل سعيد أحمد محمد دري الفلاحي هملول عبد الله محمد نهيان العامري ملهم عبد الله حمد نهيان العامري ملهم علي راشد حمد غدير الاجتبي الصيرمي سعيد بالحلوس بن حمرور العامري نايف أحمد سعيد مطر مصبح الاجتبي غيار محمد سهيل دليله العامري أرجنت ما بربي أنا هذا حمادي هو حمادي ها؟ هو اي حمادي زين سالم سعيد من انا الاجتبي صداح تحيد ما اخذ الرمز اي قال حمادي ربيعي اها اي فراعي هو نفسه القعود ها؟ هو نفسه؟ ارجنت؟ يحوطبه ما شاء الله في كل دوره الله يوفقه سالم محمد سليم العفاري نهرين عوض مبارك عوض بالكيله العامري الذيب سعيد مطر خلفان اليابري انتباه سيف علي راشد سويلم هدف مسلم علي الدري الفلاحي دري المنصوري شاهين فارس عبد الله سعيد الدرعي جزيل وراشد سعيد محمد بالحب العامري محتفل مسي على الصديق بالحب واخوانه مسي عليهم هالزعبيل يستاهلون هالزعبيل كلهم اخواننا لكن بالحب احنا يعني صار لنا فتره بعد ما سمعنا اسمه في الكشوفه لا والقعود سبوك اي نعم ودي ثالث الله يوفق الجميع ان شاء الله هو واحد بياخذ الرمز وسابق في السعوديه زين هاي ترشيحاتكم يا اخواني انا البطاريه عندي شوي فضت قمت ما اشوف الطليلي ناصي صداح الصيرم يعني ما شاء الله اختلفت وايد عطني الطليلي شو تعرف عن الطليلي؟ العام ما اخذ رمز في المرموم رمز المرموم نعم ما اخذ سياره في دبي فوق هذا في قعود الذيب مبارك بن عوض بالكيله بعد ما هو بسيط كان اشتراكه الاخير جاي ثاني في بعد شاهين مسلم بن دري بعد ما اخذ رمز في اشقر راشد بن محمد بن قران ما اخذ سيارتين وسابق اخر مشاركه له بالمرموم الشوط الاول ما شاء الله عندك هدف بعير بن كليب هدف؟ ايوه هذه يقوم راس هذا قعود يقوم راس نعم وقعود فارس بن عبد الله الدرعي عطنا اللونج شوي عبد الله اليوم ما يدخلون كيكه شوي لان عندنا بعد هديه جتنا وعندنا هديه ثانيه بعد اليوم خاصه شوي فيها مفاجاه للمحللين نفاجئهم فيها اللي عنده شيء على الشوط يتكلم ما في مشكله اليوم ما تدخل حد عنده اي ملاحظات بشكل عام بكره تيم
نشوف تيمات بتنكسر عن العام نفس الوقت. تيم العام صعب الاتحادية 12 و24 تيم الاتحادية 12 و24 كان قياسي يعني. بس أنا أقول اللي عالم الهجوم هيثم الدورة هذه دورة الوثبة نعم ما أعرف كيف بس من الدور اللي تتأثر بالهواء أكثر شيء في التيم يعني بكرة التيم يعتمد على الهواء. لا وأحيانا الشاعر التوقيت إذا فرق يعني كان فرق في التوقيت نعم ممكن أنه حتى يأثر على مستوى المطية. الآن نحن شفنا الاتحادية شاركت ويابة 24 يابة تركض ممكن ذروة تركضها في الموسم أي بخصة عقب الحق فيها أثر عليها صح اللي هي خدمة ممتاز. تذكرون راعي الكيكة الحرسوزي خالد خالد بن حمودة جزاك الله خير لأن الاسم راح مني. نعم عطنا بس لقطة على الكيكة هذه مهداة لأبناء مظفر مخموش العامري سعيد ومحمد ومبارك والإخوان كلهم طبعا. هذه الكيكة الجميلة ويستاهل راعي صوغة التحية ويستاهل الصدارة أبو محمد. وهاي الكيكة بنوصل لك اياها العزبة ان شاء الله ابو محمد. العين كلها متسري ها؟ يوم متسري كلها ايه ان شاء الله. ابو سعيد عينه هني ها ابو سعيد عينه هني. زين عطني هني هاي طبعا هدية وصلتكم اخواني للمحللين كلهم تغليف جميل جدا على علم دولة الامارات. هذا مشروع ومحل اسمه ريشة الخاص بانتاج الشالات وهو مشروع اماراتي لشباب مواطنين مطرشين شالات للمحللين للكل يعني تقديرا لجهدكم ومتابعتكم وشهرتكم ما شاء الله الواسع في الاوساط. ابو سعيد فيهم ولا ابو سعيد اظني انت مسوي دعايه قبل كذا شال ابو سعيد لانهم شافوا شالك هذاك قال لازم يغيرون. فاحنا نشكرهم على هذه الهدايا ويعطيهم الصحه والعافيه ونحن شوف يعني نحن تواصلنا بشكل عفوي في الاستديو ما عندنا اي محاذير. والدليل ان مثلا احمد بالعضيلي من يومين او من امس مثلا يعطينا مقترحات للبرنامج وبدون ما يخبرنا مثلا تحت الهواء ما عندنا مشكله ويقول على الهواء ونرد عليه ونتناقش ما بيننا ما في مشكله. لا اكيد. فيعني عشان احنا نعرف ان عندنا مبدا الشفافيه يعني قبل البرنامج ما نطلع نقول حق فلان انت قول مثلا كذا وانت رد عليه كذا ما عندنا هاي الشغله يعني. بالعكس احنا اللي في كل واحد اللي في قلبه على لسان ما حد في خاطره شيء الا ابو سعيد. ابو سعيد يشل شوي هي تحمل منه ابو سعيد يشل بالعكس الغالي هو يقول هو بيشل ما عليك من الدكتور الغالي ما يستوي راحل ونزال ولا جيب وعد مريض. هاي اربع قصايد حمد انا حافظنها اربع مقاطع حافظنها هذه وحده الثانيه تلاحق وظبيان بعد يفه ايوه تلاحق وظبيان ليه مثلنا زين والهن بنه والهن بنه شو القصيده؟ بكمل عقب ها سرى ها وحده عن جمله 10 سد هاي بعد ايه كل يوم اتذكر شيء بالشرقي. شكرا لك حمد بطي سالم بن حضيره محمد لينيبي احمد بن عظيم سيل بطي بن غراب درب السلامه للجميع. نشوفكم ان شاء الله غدا في اشواط راح تكون اكيد مميزه مع اشواط متعه اكثر فيها مسافه وفيها تكتيك وفالكم التوفيق جميعا. جود نايت everybody.